محمدا رسول الله. لكأني بالشيماء تغني اليوم نصر أخيها. طلع البدر نبيا ورسولا عربيا، طلع البدر نبيا ورسولا عربيا، ينشر القرآن نورا وضياء قدسيا، ولكم منا حيارى والتقطناه مليا، فبدا اليوم جليا من ثاني يا صباح الخير والسعادة والأعياد والجمال وكل ما هو جميل. أهلا بيكم حلقة جديدة وبرنامجكم صباح دريم ويك أند، النهاردة الخميس 21 سبتمبر 9 صباحا بتوقيت القاهرة. النهاردة كمان بيستقبل جميع مسلمي العالم رأس السنة الهجرية بفرحة وبسعادة، لأن النهاردة هو غرة محرم للعام الهجري 1439. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وكل مسلمين في كل مكان في الأرض بخير وصحة وسعادة، وكل سنة والمصريين كلهم دايما في أعياد ودايما في فرحة. النهاردة طبعا حلقة خاصة جدا بمناسبة رأس السنة الهجرية، هنتكلم فيها عن يعني الأداب وإيه اللي اتعلمناه من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. الحقيقة كمان ضيوفنا مميزين جدا ولقاءاتنا معاهم كمان هتكون مميزة بمناسبة رأس السنة الهجرية. يا رب يخلي كل أيامنا سعادة وتكون بداية جميلة على كل حد شايفنا وسمعنا، وحتى أي حد مش شايفنا ومش سمعنا بإذن الله يا رب تكون بداية جميلة على الجميع. النهاردة في فقرتنا اللي هتكون بعد فقرتنا الإخبارية مباشرة هيكون معانا طبعا المنشد الديني والداعية الأستاذ سيد فتحي، هنتكلم مع بعض عن رأس السنة الهجرية وحنسمع طبعا صوت الأستاذ سيد. فقرتنا الرئيسية الثانية بقى والأخيرة في هذه الحلقة هي مفاجأة، ويمكن من امبارح وفي يعني تعليقات كتير جدا، هيكون لينا لقاء زي يعني ما يحلو لها ويحلو الجميع أن يناديها الحاجة.
السيدة الفاضلة الأستاذة ياسمين الخيام، حديث من القلب عن ذكريات رأس السنة الهجرية، وكمان هنتكلم معاها عن والدها فضيلة الشيخ القارئ العبقري محمود خليل الحصري في مئوية ميلاده رحمه الله طبعا اللي كانت السبت اللي فات. هنتكلم كمان تحديدا عن شخص الشيخ محمود خليل الحصري، وهنعرف أسرار وذكريات كثيرة. مشاهدينا، أنا طبعا في انتظار كل تليفونات حضراتكم على أرقام تليفوناتنا أو على SMS 1781. كمان هستنى منكم تعليقات على صفحتنا على فيسبوك صباح دريم بالعربي أو بالإنجليش. تعالوا نبدأ بقى أخبارنا هذا الصباح. أول خبر معانا طبعا شيخ الأزهر يوهنا السيسي والأمة العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد. هنأ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري وسائر شعوب وقادة وحكومات العالمين العربي والإسلامي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. ودعا شيخ الأزهر في بيان كل المسلمين في العالم إلى استلهاء الدروس والمعاني الإنسانية العظيمة التي جسدتها الهجرة النبوية الشريفة من حب الأوطان وتضحية من أجلها وحسن التخطيط والإعداد وإتقان العمل، سائلا الله تعالى أن يكون هذا العام العام الهجري الجديد عام خير وبركة على مصرنا العزيزة والأمة العربية والإسلامية والإنسانية أجمعها. أيضا أن ينعم على الجميع بمزيد من الازدهار والرخاء والأمن والاستقرار. طبعا ده كان أول خبر، وتاني بهنئ حضراتكم برأس السنة الهجرية. خبرنا التاني، الرئيس السيسي يطالب مجلس الأمن بوضع آلية تشاورية لتحسين عمل قوات حفظ السلام. طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في كلمته بقمة مجلس الأمن حول عمليات حفظ السلام أمس الأربعاء بوضع آلية تشاورية بين الدول والأطراف المعنية ببعثات حفظ السلام في إطار تحسين عمل هذه البعثات ودعمها للإطلاع بدورها. أكد الرئيس أيضا أهمية الدور الذي تقوم به قوات الأمن المتحدة لحفظ السلام، ولكنه شدد في الوقت ذاته على أنه رغم أهميته لا يمكن أن يكون بديلا عن جهود الدول التي تشهد نزاعات. متابعا، البعض يكتفي بصياغة مهام قوات حفظ السلام مع عدم مراعاة مشاغل واهتمامات الدول المشاركة فيها، وهو أمر لا يساعد على نجاح هذه العمليات، مما ينتج عنه في كثير من الأحيان افتقار للفهم المشترك بين مجلس الأمن والأمم المتحدة والدول المشاركة بالقوات. وعن صياغة هذه الآلية، عرض السيسي في كلمته رؤية مصر لضبط عمل قوات حفظ السلام في مناطق الصراع المختلفة بالعالم عبر وضع آلية تشاورية تضم الدول الكبرى المشاركة بقوات في هذه البعثات، إضافة إلى أعضاء مجلس الأمن والسكرتارية العامة للأمم المتحدة للتنسيق الدائم والتشاور حول أوضاع قوات حفظ السلام وتشكيل البعثات وآليات عملها. منها لأهم 10 رسائل للسيسي في حواره مع فوكس نيوز امبارح. فكرة حوار كان هام جدا، وكان الحقيقة يعني مليء بالرسائل، وأهم 10 رسائل أسردها على حضراتكم حالا. هيتوجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من الرسائل المهمة خلال حواره التلفزيوني التي أجرته معه شبكة فوكس نيوز الأمريكية واسعة الانتشار والمشهورة جدا زي ما احنا عارفين، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 72. أول رسالة طبعا كانت التطرف والإرهاب الذي ترتكب بعض الجماعات قراءة خاطئة للدين الإسلامي، يعني لا تمثل الدين الإسلامي من قريب أو من بعيد. تاني حاجة قالها الرئيس إن الحديث عن تصويب الخطاب الديني هدفه الحقيقي مش إن إحنا بنألف، هدفه الحقيقي هو فهم حقيقة الدين وصحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة. برضو دي نقطة مهمة جدا. ثالث نقطة، إن الشر لا يتمثل في الفكر المتطرف فقط، ولكنه يتمثل أيضا في المنظمات المتطرفة بمعنى التمويل والدعاية. رابعا، علينا مواجهة المنظمات المتطرفة في العالمين العربي والإسلامي والعالم بأسره، لأن المنظمات المتطرفة ما بقتش بتضر بس العالم العربي والإسلامي، ولكن طالت العالم أجمع. الاستراتيجية الشاملة لمواجهة الإرهاب ما تقتصرش بس على الوسائل العسكرية والأمنية، بس بتشمل الجانب الاقتصادي والثقافي والاجتماعي. ده معناه أن المجتمع بأسره لازم يحارب الإرهاب، لأن احنا في نوعين من الحرب،
جزئين، معلن وخفي. المعلن زي ما احنا بنشوفه طبعا القوات المسلحة بتقوم بالحرب ضده، الخفي اللي هو الإرهاب الفكري والإرهاب المجتمعي والتطرف ونشر الأفكار اللي ما تناسبش يعني مجتمعنا ولا تناسب ديننا ولا تناسب عاداتنا، ده إرهاب برضو، فبالتالي لازم نحاربه. مصر سابع نقطة بقى، مصر اضطرت للجوء للوسائل العسكرية ردا على مقتل 21 قبطي في ليبيا على أيدي تنظيم داعش الإرهابي، والرئيس قال تحديدا: نحن كقيادة مصرية مسؤولة عن الشعب بأسره، لم يكن بمقدورنا أن يغمض لنا جفن وأن نترك تلك الليلة تمر بدون أن نثأر ليهم. الرسالة دي معناها إيه يا جماعة؟ الرسالة دي معناها أن لا مجال لتقسيم الشعب المصري، والفكرة دي غير واردة أبدا. تامن رسالة: ربما يستغرق الأمر مزيدا من الوقت حتى تعلن واشنطن أن جماعة الأخوان إرهابية أو متطرفة. دي رسالة ضمنية لواشنطن من السيد الرئيس. الولايات المتحدة الأمريكية ليست مسؤولة عن سلامة مواطنيها فحسب، بس بتتحمل مسؤولية تجاه العالم بأسره باعتبارها قوة عظمى. عشر نقطة بقى، والنقطة الأخيرة ان احنا بنحتاج الى كيان موحد يقف في وجه الارهاب مهما اتخذ من مسميات. المسميات دي بقى كانت اسمها بوكو حرام، اسمها داعش، اسمها انصار بيت المقدس، اسمها انصار مش عارف ايه، هو كلها ارهاب. فدي كانت اهم عشر نقط لقالها السيد الرئيس، او اهم عشر رسائل سريعة كده ومباشرة قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي في حواره مع فوكس نيوز. طيب نروح بقى لترامب، وفي نفس السياق دونالد ترامب يؤكد للسيسي أهمية تعزيز توافق الرؤى لدفع العلاقات بين البلدين. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس الأمريكي أعرب عن تقديره للرئيس السيسي، مشيدا بالعلاقات المتميزة بين البلدين، وأكد حرص الولايات المتحدة على تطويرها. أكد دونالد ترامب أيضا أهمية العمل على تعزيز توافق الرؤى إزاء سبل دفع العلاقات بين مصر والولايات المتحدة بهدف تحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين. أضاف أيضا المتحدث الرسمي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي من جانبه قدم التعازي للرئيس دونالد ترامب في ضحايا إعصار إرما. وأكد الرئيس أهمية العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أهمية قيام الجانبين بالعمل الدؤوب والمستمر للحفاظ على هذه العلاقات وتعزيزها، انطلاقا من القناعة بمردودها الكبير والهام على مصالح البلدين مصر وأمريكا والشعبين المصري والأمريكي، بالإضافة أيضا إلى دورها في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بالكامل. أعرب الرئيس أيضا عن تطلع مصر لمزيد من التنسيق والتشاور مع الولايات المتحدة بشأن مختلف قضايا المنطقة، خصوصا مكافحة الإرهاب بما يمثله من خطر كبير على استقرار المنطقة واستقرار العالم بالكامل. أكد الرئيس أيضا أهمية مواصلة التصدي بحزم للإرهاب والعمل على إيقاف تمويله ومده بالسلاح والمقاتلين وتوفير ملاذات آمنة له، سواء الإرهابي ده كان بيقاتل أو مش بيقاتل. ده كان ملخص اللقاء اللي تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اللي أشاد فيه دونالد ترامب الحقيقة برضو في نهايته بالجهود المصرية، وأكد طبعا أن كمان أشاد في النهاية موضوع أن مصر بتسعى دائما لعملية السلام والمصالحة الفلسطينية كخطوة أساسية لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. على فكرة الرئيس دونالد ترامب هو اللي راح للرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر إقامته في أمريكا، ودي الحقيقة. الموضوع ده أو التصرف ده من دونالد ترامب هي رسالة دبلوماسية مهمة جدا، بتبين قد إيه مدى قوة وترابط واحترام العلاقات المصرية الأمريكية على المستوى السياسي، فطبعا وتقدير طبعا الولايات المتحدة لحجم مصر وحجم المجهودات اللي بتقوم فيها مصر، سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى العالم، سواء في أزمة ليبيا أو أزمة فلسطين أو مكافحة الإرهاب بشكل عام. طيب نروح لتايمز. بالنسبة بقى للقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونتنياهو بالأمم المتحدة، يعزز أمال إحياء عملية السلام.
اهتمت صحيفة تايمز البريطانية بتسليط الضوء على المساعي المصرية للتوصل لتسوية للقضية الفلسطينية بالكامل. قالت أيضا أن لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأول مرة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عزز أمل إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط. أضافت الصحيفة أيضا أن الاجتماع في الأمم المتحدة يعكس الجهود التي تدعمها الولايات المتحدة لاستئناف محادثات السلام ولتوحيد الدول العربية وإسرائيل ضد التهديد الإيراني المشترك. أيضا لفتت الصحيفة صحيفة تايمز إلى أن مصر ساعدت بشكل كبير جدا في التوصل إلى اتفاق بين حماس لحل حكومتها في غزة وتعزيز الوحدة الفلسطينية مع فتح في الضفة الغربية. إن شاء الله يعني في محللين كتير توقعوا أن تنجح هذه المساعي. نروح بقى على عكس لقاء دونالد ترامب مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء اللقاء ترامب مع تميم على العكس تماما، جاء اللقاء غاية في الفتور. ترامب وتميم لقاء دقائق المعدودة يفضح الغضب المكتوم. الرئيس الأمريكي يرفض مصافحة أمير قطر وتوقعات بإدراك قريب على القوائم السوداء. تصريح من التقارير الأمريكية خروج تيرلسون الوشيك من الإدارة يمهد لمواجهة مباشرة مع الدوحة. في دقائق معدودة وبعبارات مقتضبة وبلغة جسد يعني تشي بالكثير من الغضب المكتوم، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الساعات الأولى من صباح أمس أمير قطر تميم بن حمد الراعي الأول للإرهاب في الشرق الأوسط، ليرفض الرئيس الأمريكي في نهاية لقائهما مصافحة ضيفه الثقيل على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في مشهد يعكس الكثير من نفاذ الصبر وموقف يبرهن أن الدوحة باتت قاب قوسين أو أدنى من الانضمام للقائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. دونالد ترامب الذي رفض مصافحة تميم بن حمد أمام الكاميرات عكس في عفوية لا تكترث كثيرا من البروتوكول ما يعاني من قيود وانقسامات داخل إدارته يعني أتمت قبل أيام شهرها الثامن داخل البيت الأبيض، وكشفت الحقيقة ما يعاني من حياز بعض المنتمين للدولة العميقة والمؤسسات الموالية للحزب الديمقراطي وأولئك الذين تربطهم علاقات ما وراء الستار بإمارة قطر وأمرائها ومسؤوليها. فمن أذرع إعلامية موالية للمرشحة الخاسرة هيلاري كلينتون والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إلى وزير الداخلية ريكس تيرلسون اللي بتربطه علاقة مشبوهة بمسؤولين ورجال أعمال قطريين، وصولا أيضا إلى اشتعال الصراعات داخل فريق المستشارين ومجلس الأمن القومي الأمريكي. توالت أزمات كتيرة واجهتها مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدراج قطر على قوائم الدول الراعية للإرهاب، خصوصا منذ تصدي الدول العربية لدور نظام تميم بن حمد في دعم وتمويل الكيانات الإرهابية وإعلان الرئيس الأمريكي الانحياز لهذا التحرك. ورغم تلك القيود إلا أن مشهد ترامب تميم في الأمم المتحدة عكس أن إدراج قطر على قوائم الدول الراعية للإرهاب توشيكا جدا، ما لم يرضخ تنظيم الحمدين الإرهابي للمطالب العربية 13 اللي والتي يأتي أيضا في مقدمتها وقف دعم وتمويل الإرهاب ويسلموا المطلوبين أمنيا والمدانين بجرائم إرهاب وينهوا التواجد الإيراني داخل الإمارة. هل نعتبرها نهاية الإرهاب الممول في قطر ونقطة من أول السطر؟ هل كان يعني دونالد ترامب إن هو يعمل ده عن عمد، ولا فعلا زي ما التقارير كانت بتقول هو يعني البودي لانجوج أو الحركة اللي هو عملها من لغة جسد هي حركة عفوية؟ عموما الأيام الجاية هي اللي هتثبت الكلام ده. تعالوا بقى نروح لبيان عبد الله الثاني واللي تصدر تويتر الحقيقه في قطر، وفي مغردين قالوا نهايه الخيانه قربت. هو الموضوع جاي برضو من جوانب كتيره داخليا وخارجيا، فاحنا في الايام اللي جايه او في الشهور والاسابيع اللي جايه نتوقع انه يحدث تغيير معين في قطر. تصدر هاشتاج بيان الشيخ عبد الله بن علي قائمة الأكثر تداولا عبر موقع المدونات المصغرة تويتر في قطر، وذلك بعد أن أصدر الشيخ عبد الله بن علي الثاني بيانا إلى الشعب القطري داعي فيه إلى اجتماع عائلي ووطني لبحث الأزمة وإعادة الأمور لنصابها. الناس كانت كاتبة تويتات زي مثلا شرفاء الدوحة في مهمة لإنقاذ الوطن، أبناء قطر يتصدون العصابة عصابة تميم باجتماع وطني،
في مقال آخرون ثلاثة من شيوخ آل ثاني وشيخ أكبر قبيلة في قطر كلهم يخرجوا بأصواتهم ضد النظام القمعي الإرهابي نهاية الخيانة قربت. والحقيقة كان الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني أصدر بيان إلى الشعب القطري أول امبارح ودعا فيه إلى اجتماع عائلي وطني لبحث الأزمة وإعادة الأمور مرة تانية لنصبها. يعني الجميع هنا بيتنصل من سياسة تميم ويعني والتنصل كمان جاي من الشعب نفسه من الشعب القطري نفسه. طيب لما كنا بنتكلم على جهود مصر في الموضوع أو في حل الأزمة الفلسطينية أو المواءمات الفلسطينية هو عامة قطار توحيد الفصائل الفلسطينية هيبتدي من قلب القاهرة، ونقطة مهمة جدا هي ان الاصلاح جاي من داخل فلسطين نفسها. يعني احنا نعالج الانقسام اللي موجود داخل فلسطين او الاختلاف اللي موجود داخل فلسطين علشان فلسطين تبقى دولة قوية وتتصدى لعدوها. فهنا مصر الحقيقة بتستعيد دورها التاريخي ودورها القيادي لتتحمل مسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية كما عهدنا، بما فيها ملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس قبيل تحرك القاهرة لإحياء عملية سلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. دي الخطوات اللي هتمشي عليها مصر. احنا هنشوف دلوقتي مع بعض كده جراف يعني لمخطط المصالحة بين فتح وحماس برعاية جمهورية مصر العربية. صحيفة إنديبندنت البريطانية نشرت دليل سياحي لمعالم القاهرة وبتنصح قراءها بزيارتها. تفاصيل خبر ده بتقول نشرت صحيفة إنديبندنت البريطانية أمس الأربعاء دليل لمعالم مدينة القاهرة ونصحت قراءها بزيارتها في يومين. كتبت إنديبندنت بالضبط على الرغم من حقيقة أن القاهرة مدينة كبيرة وشديدة الازدحام إلا أن استكشاف قلبها يمكن أن يأخذك إلى أكثر التجارب المثيرة خلال رحلتك إلى مصر. عن أسباب يعني الحقيقة تحتم زيارة القاهرة الآن قالت الصحيفة في تقرير ليها نشرته على موقعها الإلكتروني، المدينة دي حازت في السابق على لقب باريس الشرق الأوسط. والقاهرة الحقيقة بتحتفل حاليا بالذكرى 150 لتأسيسها في عهد الخديوي إسماعيل. الخديوي إسماعيل أعاد عرض القاهرة لتحاكي جمال عاصمة فرنسية لما كان شاف باريس وقال أنا عايز أعمل القاهرة جزء من باريس. في الفترة دي ولما انشئت القاهرة بهذا الشكل تقدروا تفتحوا أي سايت على القاهرة في الوقت ده هتلاقوها على فكرة أحلى كمان من باريس. يعني الصحيفة ذكرت أولا المعلومة دي وقالت إن في مباني تراثية كبيرة جدا وحلوة جدا ممكن إن هي تعيد القاهرة لعصرها السابق. ذكرت الصحيفة أنه بجانب إمكانية توفير السائح العديد من النفقات في مصر بسبب نوع من أنواع تراجع السياحة شوية واستمرار تراجع قيمة الجنيه، ممكن دلوقتي إن أنت تعيد استكشاف روعة قلب المدينة الصاخبة ومبانيها التاريخية ومؤسساتها التي تجاور حاليا سلسلة كبيرة من المطاعم والفنادق والمتاحف. يعني مفيش مشكلة عندك، ما عندكش مشكلة تنقل وما عندكش مشكلة إقامة. السائح ممكن يقدر ان هو يستقل تاكسي لغاية ما يروح لقلعة صلاح الدين الأيوبي اللي بتاع الأوتيل من الحجر الجيري في جنوب، ده الكلام ده الإنديبندنت اللي كاتباه، شرق المدينة، وزيارة مسجد محمد علي باشا اللي تأسس في القرن التاسع عشر والتمتع بالمنظر الخلاب من فوق التلة دي
واللي قد يذهب بك الى رؤيه اهرامات الجيزه على فكره من فوق التله دي ممكن تشوف الاهرامات. ما تنساش كمان ايها السائح البريطاني زياره المساجد التاريخيه بالقلعه. دعت الصحيفه كمان قراءها للقيام برحله قصيره مشيا على الاقدام من القلعه لزياره دار الاوبرا المصريه والتمتع بمحتويات متحف الفن المصري الحديث داخل حرم الأوبرا بأرض الجزيرة، وبعدين يرجع مرة تانية لقصر النيل، كوبري قصر النيل، لغاية ما يوصل لميدان التحرير. ميدان التحرير رمز ثورة 25 يناير 2011، يتوجه بعد كده شمالا يروح ميدان طلعت حرب حيث الروعة، حيث المباني الكلاسيكية المشيدة على غرار بنايات فرنسا، يا رب نحافظ عليها. في نفس السياق مضت الصحيفة البريطانية في سرد معالم القاهرة بالكامل وبشكل تفصيل، ودعت الحقيقة قراءها لزيارة المتحف المصري، خان الخليلي، يروحوا بقى يعني يتفرجوا على العاصمة الخديوية بشكل عام، ويتناولوا بقى أشهر المأكولات الشعبية المصرية. ده كان حقيقة دليل سياحي لمعالم القاهرة من صحيفة الاندبندنت، بتنصح قراءها ان هم يزوروا القاهرة. نتمنى طبعا بمناسبة يعني شيء بشيء يذكر ان ترجع القاهرة تاني، باريس الشرق الاوسط، وعندنا امل كمان انه تبقى احلى واحلى باذن الله زي ما كنا، لان احنا كنا كده وعندنا حالة من الصحوة دلوقتي نستغلها عشان نرجع زي ما كنا واحسن. طيب منها إلى خبر هام جدا، الفريق حجازي يشهد المرحلة الختامية للتدريبات المصرية الأمريكية النجم الساطع. شهد الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة والسيد توماس جولدبرجر القائم بأعمال السفارة الأمريكية في مصر المرحلة الختامية لتدريب المصري الأمريكي النجم الساطع 2017 الذي نفذته عناصر من القوات المسلحة المصرية والأمريكية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، والتي شملت مشروع رماية بالذخيرة الحية بمشاركة العناصر الميكانيكية والمدرعة والوحدات الخاصة من الجانبين. استمع الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة من اللواء أركان حرب عادل عشماوي إلى شرح للفكرة التكتيكية والتعبوية للتدريب والتوجيه التيبوغرافي والتكتيكي لأرض المشروع الذي تضمن عملية الإبرار البحري لعناصر المشاة الميكانيكي المحملة على حاملة المروحيات جمال عبد الناصر لتأمين شاطئ قرية ضد التهديدات الإرهابية. كما شاركت أيضا المقاتلات متعددة المهام في تنفيذ أعمال الاستطلاع والقذف الجوي ضد مراكز المقاومة للعدو، كذلك الهليكوبتر المسلح المضاد للدبابات في تدمير كافة الأهداف المخططة. تعالوا نشوف مشاهدينا فيديو حول هذا الموضوع ونعود لاستكمال أخبارنا، ابقوا معنا. شهد الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة والسيد توماس جولدبرجر القائم بأعمال السفارة الأمريكية في مصر المرحلة الختامية للتدريب المصري الأمريكي النجم الساطع 2017 والذي نفذته عناصر من القوات المسلحة المصرية والأمريكية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، والتي شملت مشروع رماية بالذخيرة الحية بمشاركة العناصر الميكانيكية والمدرعة والوحدات الخاصة من الجانبين. وقد تضمنت المراحل الأولى للتدريب رفع حالات الاستعداد القتالي واحتلال منطقة الانتظار الأمامية وتأمينها والتحضير والتنظيم للمعركة والقضاء على العناصر الإرهابية المتمركزة داخل قرية حدودية. وشملت المرحلة النهائية أعمال تطوير الهجوم واستكمال تدمير الاحتياطيات المعادية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية والقوات الخاصة. واستمع الفريق محمود حجازي الى شرح للفكرة التكتيكية والتعبوية للمشروع والتوجيه الطبوغرافي والتكتيكي لارض المشروع، والذي تضمن عملية الابرار البحري لعناصر المشاة الميكانيكي المحملة على حاملة المروحيات جمال عبد الناصر.
كما شاركت المقاتلات متعددة المهام في تنفيذ أعمال الاستطلاع والقذف الجوي ضد مراكز المقاومة للعدو، كذا الهليكوبتر المسلح المضاد للدبابات في تدمير كافة الأهداف المخططة. كما تم دفع المفارز الميكانيكية والمدرعة للجانبين المصري والأمريكي لتطوير الهجوم بمعاونة وسائل الدفاع الجوي لاستكمال تطوير الهجوم وتدمير كافة أهداف العدو المخططة. ظهر خلال المرحلة مدى الدقة في إصابة الأهداف من الثبات والحركة والقدرة العالية على العمل المشترك بين القوات المصرية والأمريكية في تعاون كامل لتحقيق الأهداف المشتركة في الوقت والمكان المحددين. وأشاد الفريق محمود حجازي بقدرة وكفاءة العناصر المشاركة في المشروع من الجانبين، مؤكدا أن التدريبات المشتركة تساهم في نقل وتبادل الخبرات بين المشاركين. أنا عايز أشكر كل مجموعات العمل من الجانبين المصري والأمريكي اللي أعدوا وخططوا ونسقوا علشان يخلوا هذا التدريب يوصل بهذه الصورة المشرفة. أيضا شكر للعناصر اللي نفذت على هذا التنفيذ الراقي سواء من الجانب المصري أو الجانب الأمريكي، وأنا اللي شفت النهاردة بيعكس مهنية في التدريب وانضباط وتنسيق عمل علشان نشوف هذا الكم من الأنشطة وهذا الكم من الرميات، يعني مساحة محدودة من الأرض كل الأسلحة تقريبا ضربت، فده بيدي قدرة على تنسيق أعمال قتال في إطار مصلحة معركة الأسلحة المشتركة اللي هي تقريبا يعني ممكن تكون كل المهام النيرانية اللي اتنفذت النهاردة هي تقريبا المهام النيرانية المنتظر ان هي تتنفذ في اي تحديات مستقبلية. وقدرتنا على ان نعمل مشترك وننسق مشترك وننفذ هذا الاجراء دون يعني حدود ما يعكر صفو هذا الموضوع، ده يعتبر نجاح كبير وهدف كبير من التدريب تم تحقيقه. فانا يعني بوجه شكر جزيل لكل العناصر المنفذة، وأرجو أصدقائنا من الجانب الأمريكي ينقلوا هذا الشكر لكل عناصرهم المنفذة اللي موجودة على الأرض، وضباط زملائي من الجانب المصري ينقلوا هذا الشكر إلى عناصر المصرية اللي نفذت. أنا شفت أداء مهني منضبط ودقة نيران يعني تستحق الثناء، ومن حقهم أن هم يفخروا بهذا المستوى المشرف. يعني احنا تقريبا اتكلمنا على يعني او ما يسمى تدريبات مراكز القياده او السي بي اكس كوماند بوست اكسرسايز، وده حقق الهدف التدريب منه. عملنا تدريب ضد عناصر ارهابيه في منطقه سكنيه بتنسيق مشترك بين القوات الخاصه من الجانبين، وده حقق الهدف منه. ده انا فخور بالمستوى اللي شفته، وبيدي انطباع جيد جدا ان وراء هذا جهد كبير جدا للتدريب والتنسيق والاعداد. شكرا جزيلا جدا جدا. تدريب النجم الساطع يعني بدأ بعد فترة توقف، هذه بداية نعتقد ان هي بداية جيدة جدا حققت الهدف منها، وانا متأكد ان شاء الله ان تدريبات النجم الساطع في المستقبل هتبقى يعني اعظم واكبر من حيث المهام التدريبية والاهداف التدريبية والتنسيق والتعاون المشترك بين القوات. التدريب النجم الساطع مؤشر بيعكس عمق علاقة وشراكة قوية جدا بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، وخاصة في المجال العسكري. احنا بنثمن هذه العلاقة وبنقدرها تماما، وبنعمل كل ما في جهدنا علشان ان شاء الله تكون اكثر في المستقبل مما هي عليه الان. هي الان بصورة متميزة، ولكن ان شاء الله في المستقبل تكون اكثر تميزا ان شاء الله. انا عايز اقول للشعب المصري بالمناسبة هذا التدريب من حقه ان يطمن انه لديه قوات مسلحة مهنية محترمة بتنفذ تدريب مشترك النهاردة بمستوى راقي. مش هذا التدريب المشترك هو التدريب الوحيد اللي احنا بننفذه في نفس التوقيت، يعني نفس الفترة الزمنية اللي انا بكلم حضراتكم دلوقتي. هناك عناصر من القوات الجوية بتنفذ تدريبات مشتركة مع القوات الجوية السعودية، ودي محققة كل الأهداف التدريبية اللي فيها. في تدريب مشترك على الإبرار وإسقاط الجوي، عناصر فريق الاستعراض الجوي لسه راجع من اليونان في مشاركة مع اليونان.
كل ده بيعكس ان القوات المسلحة المصرية لها علاقات شراكة مع تقريبا كل القوات المسلحة او جزء كبير منها، وده معناه ان في تبادل لخبرات وفي تقدير للخبرات المتراكمة لدى الاخر. يعني الى الارهاب والارهابيين اعداء الانسانية المجرمين، لدينا ارادة وعزيمة وامكانيات ان شاء الله ان نتصدى لهذا التهديد للإنسانية، مش لنتصدى ليه، لنستأصله من على وجه الأرض حتى تنعم الإنسانية في مصر والدول المجاورة والعالم كله بأمن وأمان تستحق الإنسانية. ومن حق الإنسانية علينا أن نتعاون جميعا ونتخلص من هذا السرطان المجرم الذي يهدد الشعوب الأمنة في مكانها طبعا، وده يتطلب تعاون مثمر وبناء بين كافة الدول عشان نستأصل هذا الخطر الرهيب. الى كل الدول المحبة للسلام، احنا ايدينا ممدودة للتعاون علشان ندعم الامن وندعم الاستقرار ونتحدى او نستأصل هؤلاء الارهابيين اينما وجدوا. انا في الاخر هذا اللقاء بشكر كل من خطط ونسق واعد، بشكر كل الناس اللي نفذت، بشكر كل الحضور سواء من القوات المسلحة المصرية او من الجانب الامريكي او من الدول اللي حضرت بمراقبين او اللي حضروا علشان يشاهدوا هذا النشاط الفعال. وانا متأكد ان شاء الله الانشطة القادمة، وبؤكد ان هذا النشاط حقق الهدف منه والاهداف التدريبية اللي منه. كانت المراحل السابقة للمشروع قد تضمنت قيام عناصر من قوات المظلات باعمال القفز الحر لتنفيذ مهام الابرار الجوي، كما شاركت المقاتلات متعددة المهام في اعمال الاستطلاع الجوي وتصوير الاهداف، وكذا تأمين عملية الإسقاط الجوي لعناصر المظلات للسيطرة على محاور الاقتراب للقرية وعزل العناصر الإرهابية. وتأمين طرق وخطوط الاقتحام وتنفيذ عملية إبرار جوي لعناصر من قوات الصاعقة للمعاونة في استعادة السيطرة على القرية وقطع وعزل الامدادات الخارجية ودفع مجموعات القتال الرئيسية من المشاة الميكانيكي مدعومة بتشكيلات من المقاتلات متعددة المهام لتنفيذ عملية الاقتحام بمعاونة عناصر من القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات لتطهير القرية والسيطرة عليها والقبض على كافة العناصر الإرهابية المتمركزة داخلها، ودفع عناصر التأمين الطبي والإداري والمعنوي لإعادة تشغيل المرافق وطمأنة السكان المحليين. حضر مراحل المشروع عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأمريكية وممثلو 15 دولة شقيقة وصديقة بصفة مراقب، وعدد من دارس الكليات والمعاهد العسكرية. رسالة تدعو للقوة والاطمئنان، تحية واجبة، تحية اعزاز وتقدير لقواتنا المسلحة وابطالنا البواسل. مشاهدينا ننتقل لخبر اخر وقرار، في 11 قرار وافقت عليها الحكومة امبارح، اهمها اسقاط الجنسية عن المدنيين بجرائم مضرة بالدولة. اتخذ مجلس الوزراء خلال اجتماعه امس الاربعاء 11 قرار في مختلف القضايا، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 26 لسنة 75 بشأن الجنسية المصرية. بيتضمن التعديل اضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش او بناء على اقوال كاذبة
أو صدور حكم نهائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أي كيان أيا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها. ينص التعديل أيضا على زيادة المدة اللي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي اللي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون 10 سنين بدل 5 سنين. زيادة المدة التي يكتسبها بعدها الأجنبي للجنسية المصرية تبعا لوالدته لتكون 2 سنين بدل من 1 سنة. حذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعا لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر فقط. يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو جهة بالداخل. وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مقترح إصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، كما وافق مجلس الوزراء على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وذلك بالتزامن مع اهتمام الدولة المصرية بالمشروعات الطاقة النووية وإقامة المحطة النووية بالضبع. أعلن مجلس الوزراء أنه أيضا في إطار الجهود المبذولة لتحديث منظومة النقل بالسكك الحديدية، وافق مجلس الوزراء بالإجماع على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص 6 قطاع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظات الجيزة والمنيا والبحيرة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع. كما وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 55 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية كوم أو شيمة التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، وذلك لاستخدامها في إقامة مشروعات سياحية وتجارية وعمرانية. وافق أيضا مجلس الوزراء على تعديل بعض البنود الواردة بموافقة مجلس الوزراء بالجلسة رقم 42 بتاريخ 10 أغسطس 2016 والخاصة بآليات تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة من خلال الشركات الاستثمارية، نظير تخصيص قطع أراضي للشركات دي عشان يقيموا عليها مشاريع استثمارية في تلك المدن. ده كان بعض القرارات، مش كلها طبعا، اللي اتخذها أو وافقت عليها الحكومة امبارح. نروح على فكرة اللي في يعني حقيقة في خبر مهم أو تصريح مهم جدا من دكتور طارق شوقي وزير التعليم. قال إن هو يتمنى التحاق مزيد من الطلاب بالتعليم الفني بدل التعليم العام. ده معناه ايه؟ معناه ان الدكتور طارق شوقي ماشي على خطى عملية بشكل أكبر، لأنه الحقيقة صرح إن في حاجة للتنسيق بين 6 وزارات في مجال التعليم الفني والتدريب المهني أو ما يطلق عليه التعليم المزدوج، نظرا للمصلحة الكبيرة اللي ممكن يحققها تطوير القطاع ده من التعليم للاقتصاد المصري. الحقيقة كمان الدكتور طارق شوقي قال في كلمته امبارح خلال المؤتمر الوطني المعني بالتعاون المصري والألماني في مجال التعليم الفني والتدريب المهني لتعزيز الربط بسوق العمل، وقال إن استضافة السفارة الألمانية في القاهرة امبارح الأربع عن هو كان المؤتمر يعني هناك عن أماله يهتم مزيد من الطلاب بالاتجاه للتعليم الفني بدل ما يروحوا للتعليم العام. واتكلم الوزير وزير التعليم عن مشروعات التعاون بين مصر وألمانيا في هذا الصدد، واللي ممكن إن هي تتضمن مدرسة جلال فهمي ومعهد التدريب الصناعي في المطرية ومشروع مبارك كول اللي بيقوم على 2 دراسة في المدرسة و4 أيام في التدريب العملي داخل مصنع أو داخل شركة. أشار كمان إن في عدد كبير من الطلاب اللي بيدرسوا ضمن مشروع مبارك كول للتعليم الفني بيبلغ 35,000 طالب، وهو ما يمثل نحو تقريبا 2%، يعني مش عدد كبير ولا حاجة، من عدد الطلاب في مصر 2% بس. وأضاف إن الحكومة المصرية بتركز في الوقت الحالي على التعليم القائم على الكفاءات وإدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو الحقيقة ما يتطلب تغيير بقى إيه النظرة المجتمعية للتعليم الفني. ليه ألمانيا؟ ليه يعني اتكلم غير إن المؤتمر كان في السفارة الألمانية؟ علشان ألمانيا قامت فعلا على التعليم الفني، أكبر دولة صناعية في العالم قايمة على التعليم الفني. فدكتور طارق شوقي كان في خلال كلمته
قال ان لازم ان احنا نغير ثقافتنا، ان بقى التعليم الفني ده بتاع الخايبين. لا هو مش بتاع الخايبين خالص، هو بتاع المنتجين، بتاع الناس اللي عايزة فعلا تشتغل، سواء بقى من حرف يدوية او تشتغل في حاجات تانية فنية او حاجات ليها علاقة بالاتصالات او حاجات يعني اي او مصانع او كذا. محتاجين ايه؟ محتاجين ان المدارس دي تودي الطلبة يتدربوا اكتر ويطوروا مناهجهم. ده هيحتاج يعني مننا او من اصحاب تطوير المناهج مجهود كبير، وطبعا تطوير او يعني النهوض بثقافه التعليم الفني، علشان ما نقفش كده في تفكير متجمد ان ده يخش ثانويه عامه ويجيب 99% وبعدين يدخل. طبعا التعليم العام يعني برضو مهم كل حاجه، بس عدد ما فيش توازن، ان في ناس كتير جدا بتدخل كليات بيقولوا عليها كليات قمه، مع ان ما فيش في الدنيا كلها حاجه اسمها كليات قمه اللي هنا في مصر، وبعد كده ما بيلاقوش شغل، فمش عارفه ايه القمه في كده. عموما احنا محتاجين فتره كده شويه عشان بس ايه نربي ولادنا على حاجه مختلفه شويه او نطور ثقافتنا شويه، مش عيب، مش لازم نخاف من التغيير. طيب التموين ظبط 2 مليون قطعه ادوات مدرسيه مجهوله المصدر مع بدايه الدراسه. شنت الاداره العامه لمباحث التموين والتجاره الداخليه حملات مكبره برئاسه السيد اللواء انور سعيد مساعد وزير الداخليه على مصانع انتاج الالبان والاجبان تزامنا مع العام الدراسي الجديد، وده تنفيذا لتوجيهات السيد وزير الداخليه حرصا على صحه وسلامه المواطنين خصوصا طلاب المدارس. الحملات دي اسفرت عن ضبط مصنعين لتصنيع وتعبئه منتجات الالبان بمنطقه القناطر الخيريه بانتاج وتصنيع السلع الغذائيه الجبنه والحاجات دي، ما مستخدمين في ذلك خامات خاليه من اي بيانات او مستندات تفيد مشروعيه حيازتها او مصدرها، يعني تعتبر مجهوله المصدر، وبيعبوا المنتج النهائي داخل عبوات وبعد كده يطرحوها للبيع وتداول بالاسواق. ظبطوا كمان حاجات يعني سلع غذائيه زي لبن بودره مثبت قوام نشا بودره خليط و 13360 عبوه فارغه مدون عليها العلامات دي علشان ايه؟ لزوم التعبئه يعني. شرطة التموين كمان ظبطت مالك مخزن غير مرخص لتجارة الأدوات المكتبية والمدرسية في اسم شرطة الدخيلة محافظة اسكندرية بحيازة تجميع كميات كبيرة من الأدوات المكتبية والمدرسية ذات منشأ أجنبي، مش عارفين إيه المنشأ ده وخالية برضو من أي مستندات، دي تم ضبطها. كمان ظبطوا في اسم 6 اكتوبر بانتاج مصنع في انتاج خاص بانتاج وتصنيع الحلوى الجافه اللي هي زي البسكوتات، وبرده كانوا بيستخدموا خامات مجهوله المصدر ومقلده لشركات كبرى، بس طبعا بيروحوا يبيعوها للمدارس والحاجات دي او قدام المدارس باسعار قليله. يا ريت يا جماعه نبلغ، لان الموضوع ده خطر جدا على الصحه وصحه الاطفال. طيب في خبر برضو صدر في بعض الصحف والمواقع وتم سقوط شبكة لتبادل الزوجات بشبرا، وإحداهن تعترف الرجالة ملت وعايزة تغير. يباشر مصطفى شرقاوي وكيل أول نيابة شبرا ثاني بإشراف أحمد ثعلب التحقيق مع أكبر شبكة لتبادل الزوجات. الإدارة العامة لمباحث الأداب نجحت الحقيقة في إسقاط أكبر شبكة لتبادل الزوجات بعد القبض على موظف وفني بيقيموا حاجة زي حفلات جنسية بتبادل زوجاتهم بمنطقة شبرا. البداية كانت عندما وردت معلومات أو حد بلغ للعقيد أحمد حشاد مدير التحريات بمباحث الأداب بإنشاء المتهم محمد حق موظف في فندق شهير، عمل صفحة على الإنترنت لتبادل الزوجات واستقطاب هذا النوع من يعني من الناس اللي نفسهم مريضة. طبعا تم تفاعل معاه متهم آخر اسمه محمد مين، ونشأت معاه علاقة صداقة انتهت بتبادل كل واحد تبادل زوجة التاني، وتبين من التحريات اللي أشرف عليها العميد عماد عكاشة مدير النشاط الداخلي لمباحث الأداب بوزارة الداخلية أن المتهمين كانوا بيعملوا حفلات جنس وكل منهم كان بيقيم علاقة جنسية مع زوجة التاني. وبتكثيف التحريات تبين صحة المعلومات وأمر السيد اللواء زكي زمزم بسرعة القبض على المتهمين. خبر تاني برضو ما يصرش زي اللي فات ده وكده بالظبط، طالبة تفجر عبوة ناسفة تصيب 7 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بكرداسة. ف
فجرت طالبة تبلغ من العمر 15 سنة عبوة يدوية ناسفة خلال مشاجرة مع جيرانها بكرداسة بسبب خلافات جيرة. يعني ايه خلافات جيرة؟ يعني اتنين جيران بيتخانقوا زي ما الجيران بتتخانق عادي، فالبنت عندها 15 سنة عملت قنبلة وفجرتها. طبعا الكلام ده اسفر عن إصابة سبعة أشخاص. رجال المباحث يعني تمكنوا الحقيقة من ضبط طرفي المشاجرة، البنت وغيرها والطرف الثاني يعني، واختارت النيابة للتحقيق. تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا أمس الأربعاء يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص وبإجراء التحريات. تبين المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة أن مشاجرة نشبت بين أسماء خ عندها 15 سنة طالبة ووالدتها، وبين الطرف الثاني بقى أربعة من الجيران بسبب خلافات عادية أو خلافات زي الجيران ما بيتخانقوا كده مع بعض. مما دفعت الطالبة لإلقاء عبوة ناسفة يدوية الصنع، هي اللي عاملاها أكيد، أسفرت عن إصابة جيرانها وثلاث أشخاص تانيين، يعني العدد سبعة. تصادف مرورهم بمحيط المشاجرة، ما كانش ليهم دعوة بأي حاجة، معديين فاتصابوا. بضبط طرفي المشاجرة اعترفت الطالبة بحصولها على العبوة من عمها خميس عين، مزارع مقيم ببني سويف. عارفين بيعلموا الناس يعملوا العبوات دي على ايديهم يعني. وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم اختار السيد اللواء ابراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، والنيابة لسه بتحقق. الاخت دي عمها بيعلمها تعمل قنابل يدوية الصنع. بعدين نزعل بقى، نقول التعليم ونقول التربية ونقول ناخد بالنا من العيال وناخد بالنا من الانترنت وناخد بالنا من الفيسبوك والفيديوهات اللي على الفيسبوك، ناخد بالنا من حاجات الخناقة جيران، يعني حاجة غريبة جدا يعني خناقة جيران، فنعمل قنبلة ونفجر جيراننا في بعض. طيب نروح لأهالي القصير اللي استغاثوا بمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبيقولوا له الفيروس الغامض أصاب كل بيت في مدينة القصير. بعد نحو أسبوع من انتشار الفيروس الغامض بين المئات من أهالي مدينة القصير بالبحر الأحمر وعدم إعلان وزارة الصحة نتائج التحاليل لغاية دلوقتي والفحص للعينات اللي تم أخذها من المرضى، ومع تزايد حالات الإصابة حتى أصبحت مستشفى المدينة كلها كاملة العدد بالمرضى المحتجزين اللي بيعانوا من ارتفاع شديد في درجات الحرارة وإعياء شديد أيضا، بالإضافة إلى وجود عدد آخر من المصابين محتجزين بمستشفى حميات إنا. استغاث أهالي المرضى والمصابين بمدينة القصير مهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بالتدخل السريع وتدعيم مستشفى القصير بالفرق الطبية والأدوية والمحاليل يعني أكتر من العدد اللي موجود، أو دفع بعدد من أطباء زيادة قطاع الطب الوقائي علشان يعرفوا إيه اللي بيحصل وإيه هو الفيروس ده. أكد أحد أهالي القصير، قال ما فيش بيت في المدينة مدينة القصير بيخلو من مصاب أو أكتر من مصاب بالفيروس الغريب ده، خصوصا كبار السن والأطفال، يعني اللي بيبقى عندهم المناعة قليلة شوية. أضاف مواطن أيضا من القصير أنه تم إجراء الفحوصات الطبية والتحاليل والأشعة وأخذ عينات من المئات من أهالي مدينة القصير الذين يعانون من ارتفاع في درجات الحرارة وإعياء شديد، وذلك من الأربع اللي فات، للوقوف على أسباب إصابة عدد كبير من المواطنين في المدينة من مختلف الأعمار السنية بهذه الأعراض. لسه وزارة الصحة ما أعلنتش يعني نتيجة التحاليل ايه، عموما هنعرف اكيد، ولازم وزارة الصحة تصدر لو سمحتوا بيان علشان نفهم وكيفية الوقاية اهم حاجة، ولما الاعراض دي تبان على حد نعمل ايه. طيب نروح لاخر خبر معانا، وخبرنا الرياضي. البدري يستقر على تشكيل الاهلي في مواجهة الترجي التونسي. استقر حسام البدري المدير الفني للأهلي على ملامح تشكيل فريقه في مواجهة الترجي التونسي المقرر إقامتها السبت في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 2-2. البدري سيعتمد على معظم العناصر التي شاركت في مباراة الذهاب بشكل أساسي على أن يتم تغيير طريقة اللعب، ومن المقرر أن يبدأ البدري بشريف إكرامي في مركز حراسة المرمى، أمامه الرباعي الدفاع أحمد فتحي سعد سمير رامي ربيع والتونسي علي معلول، وفي مركز محوري الارتكاز عمرو السولية وحسام عاشور، في الوقت الذي توجد منافسة ثلاثية على مركزي الجناح بين الثلاثي جونيور أجاي ووليد سليمان ومؤمن زكريا على أن يقود الهجوم الثنائي عبد الله السعيد والمغربي وليد أزارو. مشاهدينا ده كان آخر خبر معانا، نروح لتقريرنا
وتوصيات البيان الختامي للملتقى التشاوري للقبائل السورية. حقيقة أشاد البيان الختامي للملتقى التشاوري للقبائل العربية السورية اللي عقد بالقاهرة برعاية تيار الغد السوري بجهود مصر لحل الأزمة السورية. هنشوف تقرير حول هذا الموضوع ونرجع لكم تاني، خليكم معانا. بحضور عدد كبير من شيوخ القبائل العربية وممثلين عن القوى العربية السورية في المنطقة الشرقية، عقدت الجلسة الختامية للملتقى التشاوري الأول للقبائل والقوى السياسية العربية السورية بالمنطقة الشرقية دير الزور والرقة والحسكة بأحد الفنادق بالقاهرة. كان من أهم نتائجها تشكيل المجلس العربي في الجزيرة والفرات ليكون معبرا سياسيا عن مصالح وحقوق سكان المنطقة ودورهم في رسم مستقبل سوريا في إطار عربي خالص. وقد تداعينا من أجل العمل على تحقيق الأهداف التالية: أولاً، التأكيد على وحدة سوريا أرضاً وشعباً بحدودها الدولية ومكوناتها الاجتماعية، وأن المنطقة الشرقية هي جزء رئيسي لا يتجزأ من الدولة السورية. ثانياً، العمل على تفعيل دور العرب في المنطقة الشرقية في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وأطرافه، وتوجيه نداء للاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية بأن عرب المنطقة هم الذين اكتووا بنار الإرهاب وتقع عليهم مسؤولية تحرير مناطقهم بقيادة عربية كاملة. ثالثا، التوجه إلى كافة المكونات الاجتماعية والسياسية في المنطقة وفي عموم سوريا للتعاون والعمل معا من أجل تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة. المؤتمر تأخر، يعني مثل هذه المؤتمرات يعني تأخرت، أو مثل هذه الملتقيات تأخرت كثيرا، ولكن أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا. يعني مصر العروبة، مصر دولة محورية سواء عربيا أو حتى إقليميا، والقدوم إلى القاهرة يعني يقدم دلالة أنه نحن المكون العربي نبحث أولا عن المظلة العربية قبل أن نبحث عن المظلة الإقليمية أو حتى المظلة الدولية. نبحث عن المظلة العربية لدعم تحركنا في مشروعنا هذا اللي هو استعادة القرار العربي. حقيقة هذا الملتقى النقطة الأساسية هو تجمعنا، تداعينا، تحاورنا، تناقشنا، أصبح لدينا كثير من الرؤى، من التطلعات. نحن حملة رسالة لأهلنا في الداخل السوري على العموم ومنطقتنا الشرقية على وجه الخصوص. على أرض الواقع علينا أن نفعل ما اتفقنا عليه هنا، ونتداول ونتشاور ونتصل، وهناك هيئة تنفيذية شكلت كما علمتم، ستعمل هذه الهيئة ليلة نهار إن شاء الله بالتنسيق مع الهيئة العامة للملتقى، والذي علمتم أن اسمه المجلس العربي في الجزيرة السورية والفرات. احنا ما نخلي فرصة إلا بدنا يعني نحاول نستغلها في سبيل الخلاص من هذه الحرب، في يعني ننقل مأساة الشعب، في مأساة الآن شعبنا السوري في مأساة 7 سنوات، على مدى 7 سنوات يعيش حالة مأساوية، في إبادة، في تدمير، في قتل، في كله. فنحاول أي الطرق نستطيع نخفف عن شعبنا هذا المعاناة. تحركات دبلوماسية مصرية كثيفة تشهدها القاهرة في الآونة الأخيرة على كافة الأصعدة، ابتداء بالملف الفلسطيني، مرورا بالملف الليبي، وانتهاء بالملف السوري، لتؤكد على محورية القاهرة في الشرق الأوسط. عمرو موسى، صباح دريم. شافت ما نم يوم مولده وقالت كلام بالرب يدو يا بركة الله الأحد، احمي والدي من الحسد وشر حاسد الحسد، يا عم حاسد ما تقرب في حب وكرامة للنبي، أم النبي خير الأحد.
جمعوا في نور النبي مدد 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 يا خير خلق الله مدد يا كل احباب النبي اتجمعوا في نور النبي مدد 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 خير الانام مثل الختام خير الانام مثل الختام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. برحب بضيفتنا العزيزه يعني اللي بنفخر النهارده ان هي موجوده معانا في صباح دريم ويك اند الحاجه ياسمين الحصري رئيس جمعيه الشيخ الحصري. اهلا بحضرتك حاجه. اهلا بيك يا حبيبتي. كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه وكل مستمعيكي وكل الامه كلها بخير وسعاده يا رب ان شاء الله. يا رب. يعني المناسبه الجميله اللي احنا بنحتفل بيها النهارده بتمثل لحضرتك ايه؟ يعني الذكريات او اقول لحضرتك هو طبعا المناسبة. رحله هجره سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام من بلد يعني كانت احب البقاع الى قلبه اللي هي مكه وسبحان الله وفراقه يعني لاحب الاراضي اليه واحب الاماكن اليه ونظرته كده ليها وهو بيقول لها والله انك لاحب البلاد الي ولكن لولا ان اهلك اخرجوني ودعا ربنا سبحانه وتعالى ان يسكنه في احب البقاع اليه اللي هي المدينه المنوره. الرحله دي بتفكرني ان الانسان اولا يأخذ بالأسباب. أولا حب الوطن ده من الإيمان، يعني شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيفارق أحب البقاع إلى قلبه ومع إن أهله إيه يعني سبحان الله يعني عذبوا وعانى من الكفر وعانى من أهله، لكن ومع ذلك ارتباطه بوطنه وارتباطه بأهله ده بيديكي مثل إن الإنسان مهما لاقى الوطن ده عزيز علينا كلنا. يعني إحنا كده اللي حضرتك بتقولي ده اتعلمت منه الصبر؟ تعلمنا منه الصبر، تعلمنا منه الأخذ بالأسباب، إزاي هو بقى سبحان الله سعى وخد الرفيق وخد وأعد للرحلة الإعداد الطيب عشان خاطر مش كده جهارا كده لا يعني إزاي خد الطريق وخد إزاي خد والغار وقعدته في الغار ولكن كان فتح بقى لما وصل يعني الموقع اللي هو أحب إلى الله اللي هو المدينة المنورة الواحد ما بيبقاش يعرف ربنا مرتب له إيه أحسن وأسس بقى يعني الدولة الإسلامية وأسس فيها الخير وأسس فيها يعني بس أخذ بالأسباب الرفيق والرفقة اللي معاه والطريق إزاي إن هو خالف حتى الطريق المألوف إلى طريق آخر عشان خاطر كنوع من يعني برضو اللي عنق الايه السياسه في اداره الازمه كل حاجه بنتعلمها منه بالظبط بالظبط. وبعدين نشوف بقى كمان الحب شوف سيدنا ابو بكر وحبه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي احنا بننادي بيه دلوقتي ازاي المحبة والألفة هي اللي بتربط الناس وقدوتنا سيدنا النبي وصحبه ادي هو سيدنا أبو بكر اللي شوف كان يدخل الغار عشان خاطر يسد الثغرات قبل ما يدخل سيدنا النبي عشان لا يتعرض ترابط يا حاجة وازاي ان هو سبحان الله في رحلة الشق انت لما مثلا بتروحي تعملي عمرة ولا حاجة او حج وتروحي رحلة بين مكة والمدينة وانت راكبة عربية مكيفة وعربية ويا سلام لكن لعانيتي من وعورة الطريق ولا انت مثلا بتفري بدينك عشان خاطر في اللي بترصدك كل الرحلة دي بتفتكري بقى شوفي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بذل عشان خاطر امته عشان يوصل الرسالة الحق ازاي وازاي تعب وازاي عانى وبعدين تشوفي بقى النموذج الصحبة الصالحة اللي الانسان دايما يسعى اليها لان الصاحب ساحب زي ما بيقولوا في اللغة وازاي ان فعلا حتة الاخلاء
هم اللي يتعرفوا على بعض وهو الرفقة الطيبة دي هي اللي بتعينك على الخير. وتشوفي حب سيدنا النبي وحب سيدنا أبو بكر ليه لما وصل لخيمة أم معبد. أم معبد دي في الطريق وكان زوجها أخذ كل بقى الـ 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 الأغنام اللي عنده والإبل عشان خاطر يرعاها، وساب يدوبك يعني مريض حتة ناقة، حتة سبحان الله يعني نقول إيه، شاه بسيطة كده مريضة هي اللي تبقت مع أم معبد. فلما شاف سيدنا النبي واستأذنها أن هو يلمس درعها، وسبحان الله فاض درعها بقى بالخير وباللبن. سيدنا أبو بكر بيقول في الجوع والمعاناة اللي هم فيها، شوفي بقى الجمال والحكمة، يقول لك وصلنا لجوع ومعاناة شديدة، فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الكوب عشان يشرب. مين اللي يشرب؟ سيدنا النبي. مين اللي بيتكلم؟ سيدنا أبو بكر. فبيقول فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت. يعني اللي شرب سيدنا النبي واللي ارتوى سيدنا أبو بكر، يعني بيفكرك بالأم مثلا ورضاعها، من غير تشبيه طبعا لله ورسول المثل الأعلى، ازاي المودة وازاي المحبة وازاي الحب، وازاي ما بقى فعلا لما ربنا يرزقك بصحبة صالحة وتخاف عليكي وتدلك على الخير، دي نعمة ورزق كبير من عند ربنا، وده اللي احنا بننادي بيه يا ناس تحابوا. لان المحبة في الله ده الحقيقة يعني جزاء عند ربنا عظيم، يعني يبقى على يمين على عرش الرحمن، وعلى اليمين عرش الرحمن، وعلى سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يظلنا تحت ظل عرش يوم القيامة. والأخوة في الله والمحبة في الله دي يعني هنقول ايه جزائها عظيم جدا. فالناس تترابط بقى وتتحاب وتبقى فعلا يعني تذوق الود والمحبة في بلدها، هيبقى لهم حقيقة مذاق مختلف. والإتقان في العمل والأخذ بالأسباب، ما يبقاش في حاجة أقول لك أنا متوكل على الله، معنى التوكل على الله هي الاجتهاد والعمل. وده اللي احنا بننادي بيه في الفرح في المرحلة اللي حضرتك يمكن بتنويه عنها، وكلمة شيخ فضيلة الشيخ الأزهر اللي بيقول في المرحلة اللي جاية دي فعلا وعام جديد، فعلا لابد ان احنا فعلا بقى نتقن عملنا ونخلص في عملنا ونحب بلدنا. والله لحضرتك قلتيه ده كلام يعني المفروض يتدرس في المدارس بنفس الطريقة الجميلة البسيطة دي. الله يعزك. ده احنا لو علمنا الأطفال الصغيرين الكلام بهذه البساطة، احنا ليه ما بنعملش كده يا حاج؟ يعني اقول له ان الرسول، يعني ليه ما يبقاش قدوته الرسول؟ ونعم بالله، احنا فاقدين القدوة. ولكم في رسول الله اسوه حسنه. وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يعني انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، يعني الناس ما تتناحرش بقى على أساسيات موجودة، وعلى العقيدة دي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيحاسبك عليها. لكن هتتحاسبي في الدنيا على إيه؟ سلوك. على علاقتك معايا، على إخلاصك، على إتقانك في عملك، على صدقك، على برك، على أمانتك. ده اللي المفروض أن يبقى هو ده الحكم، وده اللي احنا ننميه في أولادنا ونرضعه مع أولادنا القيم دي والخلق دي. هو فعلا التأسي بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان الصادق الأمين حتى في بلده سبحان الله، يعني كان هم بيشهدوا بصدقه وأمانته. بالضبط. وكمان الصبر، يعني الواحد دايما كلنا وخصوصا في الفترة دي عارفة يعني ناس كتير بتتصل بينا يا حاجة عندهم مشاكل كتيرة جدا، بيقعوا في كوارث اجتماعية وكوارث مادية وخناقات ومناحرات، وبيحسوا ان الدنيا سودت في وشهم. لما بيحسوا بحاجة زي كده المفروض بقى يعني يفتكروا الكلام ده، يفتكروا الصبر اللي صبر رسول الله، وان هو كان حاسس زي ما حضرتك بتقولي بالجوع وبالحر وباقصى يعني اقصى حاجة ممكنة، ومع ذلك هو ايه وهو خير البشر. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، ومع ذلك كان نموذج حي قدامنا في كل مرحلة عشان نقتدي به. نصبر زي ما حضرتك نوهتي وقلتي ان احنا ما نتعجلش، ان احنا بس نأدي دورنا وناخد بالأسباب، ما يعني حتة التواكل دي لا، نتوكل على الله، بس ربنا عايزنا ان احنا فعلا ناخد بالأسباب زي ما قلت لحضرتك، ونتحرى الدقة في عملنا ونتوجه بعملنا لربنا، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيدي مقاليد كل شيء. صحيح، خلينا نقولها كده ببساطة كله لله يعني. طيب قبل ما انتقل لنقطة أخرى كمان عايزة أكد أن حضرتك قلتي حاجة مهمة جدا، حب الوطن. حب طبعا. الوطن من الإيمان، ومش أي حاجة، ده الرسول نفسه هو اللي علمه لنا، يعني هو نفسه اللي علمنا إزاي نحب أرضنا ونحافظ على كرامة الأرض دي. بالزبط. كرامة ما ننتمي إليه. بالزبط. دي برضو نقطة مهمة. وحتى لما شوفي العدل لبلده مكة،
شوف ازاي كان تواضعه وعلى الناقه كده، وسبحان الله خاشع وخاضع لله سبحانه وتعالى، وجه لاهله اللي حتى يمكن ظلموه وعملوا يعني، واحنا التاريخ عارفينه طبعا ازاي اهل مكه اذوا سيدنا النبي، لكن قال لهم ايه؟ اذهبوا فانتم الطلقاء، واداهم سبحان الله العفو. وده عشان كده ما يبقاش جوانا حقد، ما يبقاش جوانا غل، ما يبقاش جوانا تربص ببعض، لا، تتسع النفوس، ده حاول قدر المستطاع ان احنا نعذر بعض، ان احنا نحن على بعض، نود بعض، نتكلم كلام طيب مع بعض، بلاش يعني لما يبقى حتى في خبر لا قدر الله في يعني اذى ولا كده، مفيش اذاعه الفحش واذاعه الاخبار السيئه اللي ممكن الناس في المرحله دي محتاجه كلمه طيبه، محتاجه ان احنا نباش تبسمك في وجه اخيك صدقه. طبعا يعني انا حتى اولادي الايتام سبحان الله لما الاقي حد كده اقول له والله انا عايز اشوف سنانك، السنان مش عوره ولا حاجه، فيبتدي يبتسم يضحك، يبتدي يضحك، اقول له شوف اهو انت خدت صدقه، خدت حسنه دلوقتي يعني جات لك. طب انا طريقه التعليم دي معجبه بيها قوي، يعني خصوصا الاولاد، نفسي الطريقه دي يعني المدرسين يتعلموها. ايوه، بدل ما اعلم الاطفال، حضرتك بتشوفي في المدرسه يعلم الاطفال احفظ، طب ما تحفظت عشان مش داخل في المجموعه، فيطلع العيل مش فاهم اي حاجه ولا عارف حاجه. فاهم ده، حتى قريتنا القران هناخد الاجر على طبعا مع كل لفظ بنقوله لحسنه، والحسنه بعشره امثالها، لكن التدبر، لان حتى القران افلا يتدبرون. أيوة، افلا يعقلون. بالزبط. التطبيق ده اللي حاجه حس بالآية. هو القران نازل عشان ايه؟ عشان طبعا هو الكثيرين الحمد لله بياخدوه بقى بركه، ويتبركوا اللي يتحطوا في سبحان الله في السياره كده في الشمس، وتلاقيه محطوط في قدام العربيه ولا ورا العربيه او في بيوتنا او في، ويمكن يعني كويس ان هم بس يشيلوا المصحف وينفضوا كده من التراب. لا، ده القران نازل عشان خاطر نعمل بيه، عشان نطبقه، عشان فعلا يبقى دستور في حياتنا، يبقى القران حياه. لأن ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل صغيرة وكبيرة أحصاها. فالناس يعني يبقى منهج حياة، حياة سيدنا النبي فرصة بقى دلوقتي في الهجرة، إن احنا نهجر المعاصي، نهجر الغل، نهجر الحقد، نهجر الكراهية، نهجر كل ما نهى الله عنه، ونبتدي بقى كده صفحة جديدة في السنة الجديدة دي. جميل، ونبتدي نعيد قراءة السيرة مظبوط، ونبتدي نقتدي بسيد الخلق، ونبتدي نشوف الصحابة ازاي كان حبهم لبعض، وازاي عطائهم، وازاي كل واحد متميز في حاجة. يعني سبحان الله، شوف سيدنا عثمان السخاء والرخاء والكرم، سيدنا أبو بكر الوداعة والمحبة واللين، كل سيدنا عمر القوة في الحق. يعني كل حتى نفسي أسمع طفل عايز يبقى كده. أيوة. يعني قول ابدا ما اقول له نفسك تبقى ايه، يقول لي نفسي ابقى بتاع كده، اقول له يعني ازاي يبقى كده، نفسي اسمع. طب يقول لي عايز يبقى كده ويبقى قوي ويبقى بيشتغل. طبعا الصحابه كل واحد يعني فيهم ليه يعني ايه تاريخ، ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما بيقول اصحابي كالنجوم، بايهم اهتديتم اقتديتم، يعني اقتديتم اهتديتم. فسبحان الله قدامنا نماذج جميله، مش بس في الرجال، في النساء ايضا. يعني شوف حتى ستنا خديجة، وإزاي عطائها، وإزاي سخائها، وإزاي وقفتها جنب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وإزاي وفاء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لأمنا ستنا خديجة، وزوجات الرسول كلهم بقى سبحان الله. نشوف يعني سبحان كل واحد، كل واحدة نتعلم منها حاجة. بالظبط، حتى الصحابيات يعني إزاي سيدة نسيبة بنت كعب، إزاي كانت حتى يعني في عصر اهو يعني قريب من الجاهليه، ازاي كانت بتخرج وتشارك مع سيدنا النبي في الغزوات وتأدي دورها. تكريم شديد قوي للمراه يا حاج، تكريم جديد. يعني هقول لحضرتك، سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما كان في المسجد، ودخل عليه سيدنا عمرو بن العاص، او في اول ما اسلم ودخل عايز يعرف بقى مكانته عن سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، فدخل بيقول يا سيدي يا رسول الله، من احب الناس اليك؟ في وسط بقى مين؟ في وسط صحابه سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي والصحابه الاجلاء دول كلهم، وبعدين ده القريب عهد كمان بايه؟ بوقت المراه وبالجاهليه وبالكلام ده كله. فقال له ايه؟ رد عليه لما بيقول له مين احب الناس اليك؟ قال له عائشه. يا حبيبي يا سيدنا النبي، يعني انت متخيله؟ يعني دلوقتي لو جيت لاي حد في منطقه مثلا نائيه او في الاماكن بتاعتنا دي، ده حتى يعيب ان اسم مثلا امه ولا اسم مراته تتقال. ولما يقول لك الجماعه اللي ام فلان لا، ام فلان دي كنيه ممكن، لكن اقول لك الجماعه اللي في البيت فيعني شوف ازاي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيدينا مثل فعلا لحتى اعلان ودك واعلان حبك. لما تشوفي حد فعلا تقول انا احبك في الله، او انا احبك في الله، ده الاعلان، نشر المحبه.
ده جميل. انت متخيله لما انا اقول لك والله احبك في الله، شوفي ازاي الاثر الطيب اللي هسيبه. السعاده والثقه اللي بتجيلي في نفسي وفي اللي بيقول لي، يعني بتبقى حاجه. نشر المحبه ده بيخلي فيه قوه، بيخلق نوع كبير من القوه. طاقه ايجابيه جميله فعلا حقيقي، وده بلدنا محتاجه بقى دلوقتي كده، ان احنا ننشر الخير والفضيله وننحي بقى الايه السلبيات، لان السلبيات دي موجوده من اول سيدنا ادم وولدينه. بس احنا اللي ساعات نديلها فرصه تنتشر او تتفشى زي المرض الوحش كده. لا مش مفروض، مش مفروض ابدا، يعني لان ده منهي عنه حتى يعني. يعني لا يحب الله الجهر بالسوء، يعني لما يبقى في حاجه وحشه ما نجهرش بيها، لان على فكره السوء ده والرذيله دي موجوده في كل بقاع العالم. لكن نلاقي في بلاد بتعتز بنفسها وبتعتز بمكانتها وتحاول انها تبرز الخير اللي فيها وفي خير في وطنيها. واحنا مصر هنا سبحان الله يعني ربنا عزها بذكرها في القران، وعزها سبحان الله بانها يعني خير الارض وثمار الارض كلها موجوده فيها، الشخصيه المصريه الحضاريه وتاريخها ده كله. فطبعا الحمد لله، بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا رزقنا خير كبير. بس احنا نحمد ربنا ونبتدي فعلا نستخدم هذا الخير. أكيد. طيب انتقل بقى للشيخ الحصري. الشيخ محمود خليل الحصري اللي احنا لغايه دلوقتي بنستمتع بقراءاته الحمد لله، وبنستمتع بصوته الرائع الحمد لله. وانا يعني اعتقد ان هو من المقرئين العباقره لاسباب عديده وكثيره. ذكريات هذه المناسبه واحنا بنحتفل بمئوية الشيخ الحصري رحمه الله 100 سنه على ميلاده، 100 سنه على ميلاده سنه 17 في سبتمبر. فذكريات اول حاجه تفتكريها لما اقول لحضرتك الكلام ده ايه؟ افتكر، شوف هقول لحضرتك، افتكر الراجل اللي غرس فينا، اللي احنا شوف ازاي بنتكلم عن قدوتنا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. الراجل اللي برز اللي نمى فينا ارتبطنا بسيدنا النبي، اللي نمى فينا ارتبطنا بالقران، الراجل اللي كان يشرف ان يقول لك انا خادم القران الكريم. الله. الراجل اللي سبحان الله اللي كان بيتحرى ان يبقى خلق القران تاسيا بسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، اللي كان لما ستنا عائشه كانت توصف سيدنا النبي يقول كان قرانا يمشي على الارض. فالراجل حقيقه حط القران قدامه حياه، وبقى حاول يعني قدر المستطاع ان يتاسى بسيدنا النبي، وشربنا حبنا لسيدنا النبي واقتدائنا بسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في الخلق، ازاي كان فعلا التواضع والسماحه واللين وسبحان الله والسخاء. يعني هو كان بيعلمكم السلوك من شربنا كده بايه؟ بموضوعيه، يعني بنماذج حيه، مش مثل كلامه بس، لا كان هو قدوه فعلا في كلامه. فبالنماذج الحيه تفهمه اكتر وتستوعبه وتقتده. بالظبط، يعني ازاي كان بيكرم، كان بيسارع يعني لاغاثه اي ملهوف، كان يقول لك اهلا بمن جاء لي ليدخر لي عند ربي. انت متخيله واحد جاي عشان يحوش لك عند ربنا؟ والمال مال الله كمان، والرزق ده رزق ربنا بعته لك عشان تبقى بسطجيه كده توصليه. صح. واخده بالك؟ فتخيلي بقى لما واحد، انت لما بتشوفي حد عزيز بعت لك من طرفه حد، ازاي بترحبي بيه؟ فانت متخيله بقى الانسان السائل ده الفقير اللي ربنا بقى ده ربنا بعته لك عشان يديك الحسنات وعشان يحوش لك عنده، وهيديك في الدنيا اجر وفي الاخره ايضا. فازاي ما تبشيش في وجهه؟ ازاي ما تسعيش عشان لنجدته او اغاثته؟ دي حاجه صغيره كده تعلم الناس ازاي الحب الخير. ايوه، يعني قد ايه ده عظيم ان انا اعمل حاجه خير. ده يعني انا اللي ببقى محتاجه اللي جاي لي ده، مش هو اللي محتاج لي. يعني حضرتك قلتي ده انا اللي محتاجاه مش اكتر. تمام. تخيلي، وبعدين هيديكي بقى كمان ايه، هتحس كده براحة بال، وتحس كده فعلا سبحان الله لما ترضي ربنا في ان انت بتلبي رغبة او تساعدي في إغاثة ملهوف او في اي صنائع معروف. ده حتى المثل يقول لك صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صح. يعني لما بتعملي خير ربنا سبحانه وتعالى، يعني هو الناس اللي مش فاهمين يقول لك اعمل خير ويرميه البحر، لا ده انت اعمل الخير وتقدمي به الى الله سبحانه وتعالى، والخير بقى تعمليه تجودي بيه. تجودي فيه. مش مثلا يعني عايزه تتصدقي بحاجه تشوفي الجنيه اللي ما يعني ها، او مثلا بملابس تشوفي الحاجه اللي انت يعني هملاها، لا القديمه المبهدله. ابويا كان لما يجي حد عشان خاطر يقصده يقول له عايز جبه عايز افطار، والله يا بنتي سبحان الله كان يخلع له الجبه وهو احسن حاجه عنده، هو عشان ما يتخيلش ان هيجيب له حاجه مستخدمه قديمه، لا ده اللي انا لابسه اهو اتفضل. وكان ده يعني بنشوفه ده مرارا، يعني مش مثلا، لا على طول حاضر. وكان اي حد يساله في اي حاجه اقول له ابشر ابشر. واحنا لما احتفلنا حتى بالمئويه احنا احتفلنا
بيوم لرمز من أهل القرآن ومن خدم القرآن، يعني لأي حد يحمل القرآن، لأي حد محب لله، لأن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، هم أشراف الأمة. فأنت لما بتحتفي برمز من رموز حملة القرآن بتحتفي بكل حملة القرآن، بتحتفلي بكل من أحب الله وأحب أهل الله وأحب أهل القرآن. جميل. فالحقيقة كان يوم حافل، وبسم الله ما شاء الله محبيه وتلامذته، فربنا يجازيهم كل خير ويرزقني أنا شخصيا بره ورضاه يا رب. أكيد طبعا. يعني أنا عندي أسئلة كتيرة جدا على فكرة على الشيخ الحصري، بس في حاجة كده قريتها يا حاجة أو سمعتها وأنا ببحث يعني عن الشيخ الحصري، حاجة أبهرتني، إن هو وهو بيقرأ القرآن كان عارف مش بيقرأ كده وخلاص، هو طبعا مثلا إيه عارف يعلي صوته إمتى، يوطي صوته إمتى، المقامات، المقامات بتاعة المسلمين. يعني أنا مثلا سمعت حاجة اللي أبهرني في الموضوع إيه، إن هو لما كان يقرأ آية عن جمال الجنة وجمال عمل الخير وجمال، كان يستخدم مقام مفرح، لما كان يقرأ آية عن العذاب وعن اللي بيحصل للكفار وكذا كان يستخدم مقام اللي هو يحسسك بالآية. شوفي هقول لحضرتك حاجة، هو تميزه في إتقانه في الترتيل، لأن احنا مأمورين، ربنا بيقول ورتل القرآن ترتيلا، وهو كان بيستشعر المعاني، هو لا كان بيسعى لمقامات ولا غيره، هو كان احنا كنا بنحس كده، هو شعوره بالمعنى، واخد بال حضرتك ازاي؟ يعني كان اول ما يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خلاص يدخل بقى في معية الكلام وكلام ربنا وفي معية بقى القرآن الكريم، ويبتدي يتعايش. عشان كده كان بيحط ايده كده، ولا كان لا، هو يعني سبحان الله كان بيذوب عشقا في كلام الله. فكان بيطلع يوصل لك بقى المعنى، المعنى كنت بحس بيه، يعني لما الاقي حاجه احس ان صوته وصل لي الموضوع ده. بالظبط، عشان كده هو سبحان الله ربنا اصطفاه بحاجات كتيره. يعني غير ان هو حفظ القران صغير، وابتدى فعلا يدرس علوم القراءات، وله 12 مؤلف في علوم القراءات، ابتدى سبحان الله ربنا يصطفيه انه اول جمع صوتي للقران في الدنيا. يعني الصحابه رضوان الله عليهم جمعوه كتابه، لكن يصطفي ربنا جل جلاله لما طبعا اكتشف ألاعيب الصهاينة في تحريف كتاب الله سبحانه وتعالى، فكان لابد أن يتعمل جمع صوتي، أول تسجيل صوتي للقرآن كامل مرتل كان الشيخ الحصري، واتفتحت إذاعة القرآن الكريم بصوته منفردا لمدة ما يقرب من 18 سنوات، وأول محطة للقرآن الكريم في العالم اتفتحت في مصر هنا بصوته منفرد. وسبحان الله كان ليه السبق، يعني لما كده توثقي، الصحابة سجلوه كتابة ووثقوه كتابة، والشيخ الحصري ربنا اصطفاه ان هو يسجل القرآن مرتلا صوتا، جمع صوتي بصوته بكل القراءات تقديما معظمها، لقراءة حفص اللي هي مشهورة في مصر طبعا، بورش، بقالون، بالدوري، المعلم. فسبحان الله ده يعني ان شاء الله في ميزانه، وده من الحاجات اللي بتديكي اللي هي بشرى عاجل المؤمن، اللي بتديكي نوع من الطمأنينة ان ربنا استخدمنا. عشان كده الواحد بيدعي يقول اللهم استخدمنا استخدام المحبوبين لك المقربين منك مع اللطف والعافية. بس دي حاجة يعني مش حضرتك لوحدك اللي تفخري بيها، كل المصريين يفخروا بيها. الحمد لله. وبعدين أول من قرأ القرآن في الكونجرس الأمريكي وفي البيت الأبيض وفي سبحان الله في الأمم يعني في الأمم المتحدة، وأول أيضا من قرأ في بريطانيا، في برضه كان في مؤتمر هناك عالمي، وأول مبعوث يعني طاف القارات الخمس عشان ينشر القراءة الصحيحة السليمة كما يجب أن ترتل وأن تقرأ. وبعدين أول برضو من قرأ في مكبرات الصوت أول ما دخلت في المكة والمدينة أيضا. ولذلك كان كل رحلة في العالم يطوفها لازم يعني يختمها بعمرة، وتسمعي بقى في قراءته في الحرم المكي والحرم المدني. والله يعني احنا واحنا بنتكلم كده عن القدوه، نفسي اشوف يعني مقرئ زي القرآن. عارفه ان يعني صعب، لان دايما انا اسمعه اقول لا ده الشيخ الحصري، تعرفيه من اول بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كان كل قراءنا على فكره كده، يعني ما تسمعي مثلا فضيله الشيخ مصطفى اسماعيل تقول الشيخ مصطفى، الشيخ عبد الباسط، الشيخ عبد الباسط، الشيخ محمد صديق المنشاوي، الشيخ البلد جداد بقى. يعني لا، ما انا فاهمه يعني دول، لانه شوف هقول لك الحقيقه، الاخلاص في اي حاجه هو ده الإخلاص لله سبحانه وتعالى هو اللي باقي.
يعني واخده بال حضرتك ازاي دايما زي ما قلت لحضرتك وكان استاذ اتقان وتجويد فعودنا وعلمنا اي حاجه تعمليها لله حتى في تربيه يتيم لازم فعلا تهتم بيه ولازم تعتني بيه ولازم تحطي كل جهدك عشان خاطر يطلع انسان سوي. اي خير تعمليه باتقان وتجويد لان كان يقول لك ده مقام الاحسان اللي هو ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. يعني بتعملي الحاجه كده لله وانت سعيده وحاسه ان ربنا مطلع عليكي وعايزه بس منه القبول. فده يعني نتاج جيل كله كان جيل مخلص وجيل متقن لعمله وجيل متحاب مع بعضه. يعني ما كانش فيه لا قدر الله الغيره الممقوته، كان فيه التنافس لكن ما كانش فيه الغيره. كل واحد فيهم يعني ليه مدرسه لوحده بالظبط، فهيغيروا ايه يعني إمام في مكانه. بالظبط كل واحد في مكانه يعني كان عظيم رحمهم الله جميعا. احنا ايه اللي خلانا كده وحضرتك بتتكلمي عماله افكر احنا ازاي يعني وصلنا للمرحله اللي احنا فيها دي ازاي؟ لا شوفي هقول لحضرتك حاجه، هو العالم كله في المرحله دي كله مستحدثات الامور والحاجات اللي دخلت علينا وبدل اللي اقول ايه تواصل اجتماعي ما كانش تواصل اجتماعي، لا ده كان تنافر أزانة. يعني قطيعه اجتماعي مش معقوله يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما يمن علينا باكتشاف ان احنا البعض يستخدمه أسوأ استخدام بدل ما يستخدمه استخدام طيب، واخده بالك، بدل فعلا يبقى في تواد وفي تراحم وان انت تبثي من خلاله الخير، فالبعض للاسف الشديد بيستخدمه استخدام سيء، فده بيجيب يعني شيء من القطيعه وشيء من الاثر اللي ما احنا بنستخدمه استخدام سيء حاجه عشان احنا ما عندناش معلومات وعشان احنا ما حدش الخير فيا وفي امتي الى يوم القيامه ابدا. ده نفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. كل انسان فيه خير وفي ايه الفجور وفي التقوى، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. احنا دورنا بقى عشان خاطر في حساب هنقف كفوهم انهم مسؤولون، هنقف قدام ربنا. فعشان كده بقول لحضرتك لازم الانسان يعني في هنا رقيب وعتيد، ان في معاكي كاميرا متحركه متسجل، لو كل انسان يبقى يقظ ويتنبه ان هو هيقف قدام ربنا هيتحاسب، وان ليه رساله في الدنيا هي الاعمار مش التخريب. يعني اعمار بس مش اعرام بالكلمه الطيبه، الكلمه الطيبه صدقه، تبسمك في وجهك صدقه، الود والتراحم ده يعني مقامه عظيم عند ربنا، ده يوم القيامه الناس كلها هتفر من بعضها الا المتحابين في جلال الله، هيبقوا يدوروا على بعض كده. الاباء والامهات مش بيعلموا اولادهم الكلام ده دلوقتي؟ شوفي اقول لحضرتك حاجه، يمكن انشغال البعض عشان زي ما بنقول لقمه العيش والوظائف. زمان كان اهالينا بيشتغلوا عشان لقمه العيش برضه ما كانوش قاعدين يعني. اهالينا هقول لحضرتك يعني احنا بفضل الله من النوع اللي بعتز بيه فعلا في جمعيتنا المعهد الازهري لغات، معهد الازهري لغات ده بيجمع بين الحسنيين، بين منهج الازهر الوسطي الجميل وبين السيمي انترناشونال بريتش مع الامريكان، بيدرسوا ماس وساينس والاكتيفيتي بقى ما عندكيش فكره الانشطه الجميله، بحيث ان فعلا الطالب بيعرف دينه الوسطي وبيعرف اللغه وبيعرف يعني العلوم العصريه بمحبه وموده بطريقه كده فعلا يبقى حاسس ان هو يعني كده فخور ومنتسب فعلا لمعهد علمي محترم. طب حضرتك جالك ازاي الفكره الانشاء هذه الجمعيه الرائعه بمشتقاتها بقى اللي انا يعني كل ما اعدي كده ببقى مبسوطه قوي لما اشوفها ما شاء الله يعني. الحمد لله. بص هقول لك حاجه، الوالد اولا بنى في حياته مسجدين ومعهد ازهري ابتدائي واعدادي وثانوي، وايضا اوسى بثلث التركه لاعمال الخير. فاحنا الحقيقه بعد وفاته اكتشفنا ان هو سبحان الله يعني كان اقول ايه مش جمعيه، لا ده كان دوله لوحده يعني سبحان الله، في كفالته الايتام، في صلة الرحم لكل قراء القرآن مش بس الأهله، يعني ازاي ان هو سبحان الله كان حاضن لهذا المجتمع اللي كان عايش فيه، وكان حتة العطاء كان عنده بلا حدود، الأكل اللي 24 ساعة المائدة دي ما كانش فيه معاد للأكل ولا كلام من ده كله. فسبحان الله بعد وفاته أوصى بقى تلامذته ان احنا نمد هذا الخير ونحاول ان احنا نتواصل ونكمل رسالته من خلال جمعية اللي هي سموها حتى تلامذته اللي هي جمعية الشيخ الحصري الخدمات الدينية والاجتماعية العامة. فتخيلي يعني لما نروح النوبة
لما يبقى مثل فيه لا قدر الله في اللي كان حصلت فيها سبحان الله اللي يعني اي ضائقه في اي منطقه في العريش في النوبه في الصعيد في اسيوط في طنطا في اي مكان بقى المحافظات يعني لها افرع الحمد لله للجمعيه بهدوء كده من غير دعايه ولا اعلانات ولا حاجه كده احنا بنوصل الحاجه فعلا لمستحقيها واغاثه اي ملهوف في اي مكان كده لان ده واجب علينا. طب يعني مش الدعايه حاجه مهمه علشان اللي عايز يشترك معاكم؟ ما هو الدعايه طبعا مطلوبه بس ما تدفعش فلوس يعني لان بتدفع يعني الاف مؤلفه في الاعلانات دي. انا ما حضرتك لما تتبرعي لي مثلا ب 10 جنيه ولا ب 1000 جنيه ما كنتش احطه في اعلان لا يعني معلش يعني ما في اولويات عندي في مستشفى في مصنع في دار ايتام في دلوقتي دار مسنين في دار مغتربات في بسم الله ما شاء الله المعهد الازهري في مكاتب تحفيظ القران اللي في كل الجمهوريه. طب انا بقى من هنا بقول لحضرتك طالما يعني طالما حضرتك قلتي يعني هذا الهدف النبيل فعلا جمعيه زي جمعيه الشيخ الحصري يتعمل لها اعلانات ليه؟ يعني يتعمل لها اعلانات بفلوس ليه؟ طب احنا نعلن عنها كواجب وطني يعني يعني ده واجب احنا نشترك ونشوف وعلى فكره احنا برضو هنيجي عند حضرتك ونبين للناس الجمعيه بتعمل ايه بالظبط. جزاك الله خيرا تاخدي الاجر والثواب الحمد لله. يعني حاجه طبعا تشرفنا عشان الناس مفتوح. تشترك المكان مفتوح الحمد لله يعني 24 ساعه حتى من اول الميلاد وحضانات الاطفال لغسيل الكلى لغايه حتى عربيه الاسعاف دفن الموتى والمقابر الصدقه يعني شوف من اول احتفاء بالطفل ولو احتاج حضانه لغايه ما يصلى عليه في المسجد والعربيه توصله كده لايه لمقره. فيعني الخدمات بقى الطفل من وهو طفل بيبي لحد ما يكبر خالص ولا ما بقول يعني انا اطفال الايتام اللي موجودين معايا 50 غير بقى الالاف الموجوده في كل في الافرع الاخرى. الطفل بسم الله ما شاء الله حضرتك تشوفيه متصالح مع نفسه متصالح مع بلده فاهم دينه عارف اكتر من لغه. انا قلت قبل كده يمكن في لقاءات تخيلي الطفل الولد ده كبر معانا ودخل المعهد الازهري طبعا مجانا وكل الخدمات بتقدم ليه وكل الاهتمام والرعايه انك تنشئي انسان صالح انسان ايجابي انسان سوي ما فيهوش غل ما فيهوش حقد ما فيهوش يعني اي نقص لان طبعا فقد الام والاب ده يعني بيبقى العوض بداله ايه انك تغرسي فيه تقولي له شوف تخيل بقى كل البلد دي كلها اهلك مصر دي كلها يعني كل دول ابائك وامهاتك بالظبط ربنا عوضك بالكثيرين. فشوفي حضرتك لما تغرسي فيه بحيث ان هو فعلا يبقى عنده ثقه في نفسه يدرس ويتعلم وينتج ويبقى ماهر في حاجات يدويه وحاجات سبحان الله متميز فيها سواء في اداء او في شعر او في اي حرفه من حرف بيبقى انسان بتحس كده ان ربنا سبحانه وتعالى اعانك ان انت اهو احيا ربنا من احيا نفسه فقدما احيا الناس جميعا. المغتربات ان واحده مغتربه قاعده في مثلا مش في القاهره وبتدرس في الجامعه في جوارنا ولا كده يعني ما انا بقول لحضرتك كل الخدمات اللي ممكن تتخيليها انا شايفه مسجد وتعالى. وشايفه المعاهد وشايفه دار ايتام وشايفه حديقه جميله حديقه الحصري طبعا مشهوره ما شاء الله بالظبط وشايفه حتى ودار المسنين بقى اخيرا احنا اللي بنفرش فيها ان شاء الله دي هو ده بقى سؤال دار المسنين. انا يعني الواحد ساعات وكتير جدا قلبه يعني حاجه تدمي القلب حكايه معامله المسنين من البعض. انا عارفه ان هي بتبقى يعني في انا مشفقه جدا يعني هقول لحضرتك مفيش حاجه اسمها حمل يا فندم يعني ازاي الاب او الام لما يكبر في السن ويبقى مش قادر. لا طبعا انا بقول لحضرتك انا كنت بقول يعني انا كنت معارضه تماما عن ان انا اعمل دار مسنين. انا سامعه ده انا عارفه ان حضرتك كنت مش موافقه خالص تعملي دار مسنين لان ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بيقول فاما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما. انت متخيله ولما ربنا بيقول يعني ان يوصينا يعني واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. شوف ازاي قد ايه لما يقول الجنة تحت اقدام الامهات لما يشوف صلة الرحم دي والبر بالوالدين ده يعني والعقوق والعياذ بالله عقابه في الدنيا قبل الاخرة كل ده كله. وايه اللي خلاكي تتراجعي في القرار؟ والله كنت في زيارة استاذي وربنا يديله الصحة والعمر يا رب الباشمهندس حسب الله الكفراوي فسبحان الله اوصاني قال لي ما تعمليش ليه دار مسنين بحيث انها فعلا تبقى دار فندقية كويسة تستضيفي فيها القادر ماديا وتصرفي على الغير القادر
فبصدق النية مع الله، صدق النية مع الله، فكرة خرجت حلوة من عنده كمان يعني. خرجت من عنده سبحان الله، كانت أخت متبرعة بأرض ورا مول العرب كده سبحان الله. قلت بس تكون دي بقى إن شاء الله دار مسنين، وإحنا الحقيقة عددناها بس لسه بصدد افتتاحها، لأن أنا أهم حاجة عندي الخدمة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى رعانا ويعني ومدينا بمدد من عنده في حسن كفالة الأيتام، أنا كمان أيضا أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يمدني باللي يقدر يعني في حسن رعاية المسنين. لأن دي جهد كبير، أنت ممكن تغيري بامبرز لطفل، لكن عشان مسن كبير ولا مسنة يعني عايزة اللي عنده بقى طاقة واللي عنده فعلا استعداد من التمريض من الرعاية من المعاملة من مختلفة حاجة كمان، ده بيبقى خالص يعني عايزة بقى طبعا كتيبة عمل فعلا ربنا يمدنا إن شاء الله بيها. وخاصة أنا يمكن حضرتك الحاجة الوحيدة اللي فعلا بأوصي بيها الناس دلوقتي، لما بتيجي حتى تطلبي أي عمالة يقولك هتديني كام، طب يا عم اشتغل وان شاء الله هيجيب على قد الشغل هتشتغل اجر مضاعف، لان احنا بنخدم، احنا خدامين ربنا، احنا بنخدم عند ربنا في في يعني في اوجه الخير دي، وربنا هيبارك لك الاجر اللي هتاخده هيبقى مضاعف ايا كان بقى الاجر، خد بالك. لكن هو محتاجين فعلا زي ما قلت لحضرتك اعاده صياغه للعماله تاني، ان هو يبقى فاهم عايز صياغه بقى للاخلاق على كده يعني، ما هو الخلق ايه المفروض بقى فعلا. فربنا فعلا يرزقنا ان شاء الله بمن يعنا في حسن فعلا رعايه المسنين. انا كان لازم اشير لموضوع دار المسنين دي، لان يعني اولا لان القصه اللي انت اللي حضرتك يعني طبعا اتكلمتي فيها، والحاجه تانية ان انا بستغرب قوي من الناس اللي فعلا بتودي اهليها لدور مسنين. انا نفسي ما اشوفش ولا دار مسنين بصراحه يعني. رعايه للي مثلا اللي ملوش حد، اللي ملوش حد مثلا، اللي فاقد، انما يبقى مخلف عنده 3 4 عيال ومعلش يعني انا اسفه، ما حدش بقى يقول لي الحمل ولا حد يقول لي اصل متاعب الحياه، متاعب الحياه دي هو استحملها وما اشتكاش، الحمل ده حضرتك هو شالك وما فتحش بقه. أيوة. اللي اصله مش عارف بيتكلم او بيسال اسئله كتير، ما انت سالته قبل كده وهو جاوبك وما فتحش بقه. فانا يعني هقول لحضرتك عذر بصراحه يعني. انا هديكي مثل بالشيخ الحصري. ابويا سبحان الله كان الولد المدلل، لانه كان ولد الوحيد وعنده 4 بنات كانوا اكبر منه وتزوجوا، انت متخيله. وامه بقى كانت يعني طبعا يعني انت متخيله الابن الوحيد ده في قريه ولا كده يبقى يعني سبحان الله. فانت متخيله يعني لما كان سبحان الله، اولا هو اللي كان بيرعى امه بيحميها ويسرح لها شعرها ويهتم بيها وبنظافتها وبجمالها، وكان يوفر المصروف عشان خاطر وهو رايح من قريتنا شبرا النمله لطنطا، دي 5 كيلو يا ماشي يمشيها عشان يوفر المصروف عشان يرجع لامه بحاجه حلوه يدخل عليها السرور يفرح. يعني في مره من مرات من نوادر بقول لحضرتك من دي، ودي نوادر كتيره، انه هو داخل كان القريه ممطره، انت متخيله قرانا يبقى شكلها ايه لما يبقى ممطره بقى، الكلام ده كان طبعا في الثلاثينات والاربعينات يبقى شكلها ايه. فسبحان الله قالت له يا محمود اختك امينه، دي اخته دي بقى الكبيره اللي ساكنه في القريه في اطراف القريه، اختك امينه ما جاتنيش النهارده. فتخيلي وراجع من المعهد لم كده الجبه ومسك، طبعا القريه مظلمه، فمسك كلوب في ايده وراح لاخته امينه، يا امينه امي عايزاك. قالت له ما انا كنت رايحه يا محمود بس الدنيا ممطره واديك شايف الوحل وشايف الطريق شكله ايه. قال لها بس البسي وجهزي، هو بزيه الازهار الجميل ده، انت متخيله خلى اخته تلبس وتجهز وجه موطلها كده وقال لها اركبي وركبها على كتفه عشان خاطر يحملها يوديها لامه، لمجرد ان امه بس قالت له أنا ما شفتش أمينة النهاردة يا محمود. شوفي بقى المسارعة، عشان كده لما تقولي بقى جراله إيه، إن ربنا فتح عليه إزاي وإن ربنا إداله من الخير وإداله وأكرمه وغناه وإداله بسم الله ما شاء الله من طيب السيرة، الله هو بر بالأم وبالأب وسبحان الله، وبره بقى كمان بأهله، مش أهل قريته بس، أهل القرآن في كل مكان وأهل الخير، ما هو نتاجه موجود اهو الحمد لله. نتاجه ان لحد هذه اللحظه انا يعني بسمع حضرتك، لان انا عايزه اتعلم يعني بصراحه، عايزه اسمع، عايزه الناس اللي شايفانا تتعلم الكلام اللي حقيقي بيحصل. البر لا يبلى، واخد بالك ازاي؟ زي ما ربنا جل جلاله يعني، والسيره ما بتموتش اطلاقا، والخير يدوم ان شاء الله. بس زي ما بقول لحضرتك احنا نسعى ان احنا نسارع في الخير بقى، وزي ما قلت لحضرتك نجدد المفاهيم، وده دور برضو يعني المدارس بتاعتنا، زي ما زمان كان في تربيه وتعليم. يعني ان التربيه الاول الاول والنبي
فربنا ان شاء الله يلهمنا الخير والصواب ونعين بعض على الطاعه يا رب. احنا معانا تليفون، معانا ابراهيم من القاهره. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. وانت طيب وبخير وصحه. اتفضل يا استاذ ابراهيم. انا برسل سلام للاستاذه ياسمين الخيام. هي سامعاك وربنا يجازيها كل خير والله. احنا وانت يا ابني، الله يرضى عليك. انا متبرع لحضرتك على عملي شيف مطبخ. والله شيف مطبخ والله. طب خلاص شرفنا بقى ان شاء الله، وتلتحق كده بدار المسنين تطبخ للمسنين كده. حضرتك عايز تلتحق بالدار؟ عايز التحق بال... هو على فكره انا، لان هما بلغوني، هو بس عشان التليفون، هو الاستاذ ابراهيم معلش حاول تكلمت، هو عايز يتبرع ان هو يشتغل مع حضرتك بالمجان في الدار. والله لا هقول لحضرتك حاجه، حته المجان دي بقى ما تقدريش تنضبطي مع مجاش، ما تقدريش تحاسبيه، لكن لما يبقى ياخد اجر ولو اجر كده يعني متسامح في اجره شويه تقدري يبقى في انضباط. انا حته التبرع دي اصلا عانيت منها، ان واحد يقول لك انا جاي لله وخدام لله وكده، واخده بال حضرتك، وبعدين ما يجيش هتحاسبيه ازاي؟ لكن لما يبقى فعلا متعين وبياخد مكافاه، ولو مكافاه ضئيله بس يبقى فيه فعلا. طب شغل اهو يا استاذ. اولا طبعا انا بشكرك جدا، لان جداً. هو في الاول قال انا مش عايز فلوس. يا الله يبارك فيه. فعايزك تكلمني يجي يعلم ولادي، حتى اولادنا الايتام يعلمهم، لان هم عندهم استعداد ان هو بقى يخرج منهم ثلاثه اربعه شيف كده كويس زيه كده ان شاء الله، وياخد الاجر ويتبرع ببعض وقته، يبقى خير وبركه طبعا. طب يا حاجه ما فيش حد في الاولاد الايتام كده حضرتك متوسم ما فيه يبقى منشد مقرئ كتير؟ هقول لحضرتك حاجه، هم طبعا بسم الله ما شاء الله هم 50، انت متخيله فيهم كل المواهب اللي حضرتك تتخيليها، من انشاد، من شعر، من الحاجات انت عارفه الاركات اللي هي الحاجات الخشب الجميله دي البديعه دي الهاند ميد دي، حاجه متميزه ما عندكيش فكره ازاي، للتمثيل، كل المهارات اللي ممكن تتخيليها. انت متخيله 50 يبقى فيهم ايه بقى؟ فيهم خير، وكل واحد فيه موهبة، وبنشجع موهبته كده، وبننفق عليه مواهب رياضية، فيهم المتميزين رياضيا سواء بس في كرة القدم، في كاراتيه، في الأنشطة المختلفة، في السباحة، يعني لنا حمام سباحة مخصوص لأولادنا في الدار. لا احنا لازم نيجي بقى عشان نوري الناس ايه اللي بيحصل. تنوري. انا طيب معايا مصطفى من البحر الأحمر. الو الو. ايوه كل سنة وانتم طيبين. وانت طيب يا مصطفى؟ علي صوتك يا مصطفى. ايوه كده ايه سامعينك، اتفضل. كنت عايز التحق في الدار مع كبار المسنين، وانا كليتي في القاهره من بحر الاحمر. عايز تعمل ايه؟ اشوف حضرتك يا الاستاذه، شوف انا انفع في ايه وانا اضطر. انت شغال ايه؟ انا لا في كليه في القاهره من نظم إيه؟ معلومات. انا كليتي في القاهره. كليته في القاهره. طيب وماله؟ في وقت فراغك اتفضل حضرتك ترعى، يعني ترعى معانا وتقدم الجهد اللي انت عايزه. اهلا بيك، ربنا ينفع بيك، واولا يديك العلم النافع وتملك دراستك على خير بنيتك الصالحه دي ان شاء الله. سيب رقمك يا مصطفى لو سمحت. شكرا، شكرا ليك. شوف قلت لك ازاي خيره فيا وفي امتي الى يوم القيامه. الخير في الناس. لا واحنا لما فتحنا الموضوع اتكلمنا، الناس اتشجعت، الناس حست ان في يعني لسه في امل، وان دي حاجه مفرحه. في على فكره ما فيش ياس ابدا في اي دين من الاديان، الاديان كلها بتحض على الخير وبتحض على العمل، ما فيش دين ابدا في قنوط او في ياس او كده ابدا، بالعكس يعني الاديان كلها بتحضن على الامل، ان يبقى في امل، لان احنا سبحان الله مهما خيم علينا الحزن مهما الله حصلت. شوفي ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، صح؟ ده ربنا، كلام ربنا سبحانه وتعالى. طيب حضرتك بتحكي للاطفال عندك عن الشيخ الحصري؟ والله هم ده عاملين ابحاث ما شاء الله. طبعا مقتدين بيه يعني جدا، يعني مرتبطين، ده بيحسوا ان ده جدهم، يعني بيجوا يسالوكي في الموقف الفلاني قال لك ايه، عمل لك ايه، ممكن لا، وبيقروا عنه وبيسمعوا وبيحفظوا عنه، يعني الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، سيرته الطيبه بفضل الله سبحانه وتعالى، لان ربنا رباه، يعني ربنا ادبه ورباه فعلا، وزي ما قلت لك لانه كان يتيم وامه اللي اهتمت بيه، وحته حبه للقران ومعايشته مع القران، انت متخيله يعني اهل القران دول اهل الله وخاصته، انت متخيله؟ انت بتعتزي دايما تقول ده فلان قريبي، لكن انت متخيله لما يبقى كمان اللي فيه خصوصيه بينك وبينه، انت متخيله؟ شوف ربنا اكرامه لاهل القران ايه، يعني واشراف الامه هم اهل القران،
ومن أراد الدنيا فعليه بالقرآن، من أراد الآخرة فعليه بالقرآن، من أرادهما معا يعني الدنيا والآخرة فعليه بالقرآن. أنت متخيل أكثر من كده عز وأكثر من كده خير وأكثر من كده بركة. بمناسبة الأمهات، في حد بعت لي على الفيسبوك أم يعني بتقول لحضرتك إيه رأيك في اللي بيحصل دلوقتي من نزاعات وطلقات ومشاكل في البيوت. أقول لحضرتك إحصائية مفزعة جدا، إحنا عندنا حالة طلاق كل 240 ثانية. هقول الاختيار، عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما أوصانا اختيار ولا تربية يا حاجة؟ لا، ما هو هقول لك حاجة، أولا التربية هتدي فسحة من الاختيار، الاختيار هيخليك تشوفي المناسب لك إيه، يعني أنت بالظبط لازم يبقى في توافق في الشخصية. إحنا بقينا كده ليه؟ ما انا بقول لحضرتك غياب الناس وتوهان الناس عن الطريق المستقيم. يعني في اول 5 سنين جواز ده في ناس بتعيش مع بعض بال 30 و40 سنه. ايوه، ليه احنا اول 3 سنين اول سنه اصلا ما فيش صبر؟ الصبر الجميل، واخد بال حضرتك ازاي ربنا بيقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون؟ صح. لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول له ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد. عشان كده قال وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. يعني سبحان الله حضرتك الصبر الجميل، الاخذ بالاسباب. بقول لحضرتك هي فتره الخطوبه دي وفتره التعارف دي عشان ايه؟ يعني فاهمة حضرتك لازم في توافق اجتماعي وتوافق نفسي ومع الشخصية، وتبقى في وضوح رؤية من أولها، محدش يكذب على التاني، ونبعدها بقى عن المنظرة وعن العند. لا يعني هقول لحضرتك حاجة، الإنفاق على المظاهر اللي حضرتك بتقولي عليها دي آفة برضه. يعني كان زمان انت عارفة الخطوبة والحاجات دي كلها، أنا فرحي اتعمل في بيتنا كده سبحان الله، والأهل والأقارب وبتاع، ما كانش فيه بقى اللي يعني اللي البهرجه والحاجات المغالاه في اي حاجه مش مطلوبه، واخده بال حضرتك ازاي؟ الناس تفرح ببعضها اه طبعا وتاخد بالاسباب وكده، لكن يعني المغالاه في اي حاجه لا يعني. اصل وانا افرح عشان افرح نفسي، مش افرح عشان اوري اللي قدامي ان انا اقدر اصرف كذا. المباهاه دي والحاجات دي كلها بتكلف مش بس مادي، عناء نفسي ومادي، وزي ما قلت لحضرتك فعلا ان بيبقى المفروض انت تفرحي نفسك وتفرحي عيلتك. يعني طب والسلوكيات اللي بتحصل بقى ما بين الزوجين في اول سنه جوازها، كل واحد انا بشوف وحضرتك يعني احنا على فكره كمان من البرامج اللي متابعه ده بشكل كبير جدا، والموضوع بيبقى فريقين فجاه، ده فريق ودي فريق وبنتخانق، وكل اللي عايز يعني اللي بيحاول يعمل يعني يقدر يعمل حاجه في التاني يعملها. انا مش عارفه يا فندم انهي حياه، الحياه دي اي ناس دلوقتي يعني، انا في بنت بعتلي تقول لي انا مفزوعه مش عايزه اتجوز خايفه. لا 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 اطلاقا، الزواج ده بالعكس ده يعني المفروض ربنا بيقول وجعلنا بينكم موده ورحمه، حته الموده والرحمه. الموده بتبقى في الاول، لكن في اخر العمر زي ما حضرتك بتعرفي طبعا بيبقى في كل واحد يرحم الثاني في ضعفه. فدلوقتي احنا الظاهر بقى نقلب، يبقى الرحمه الاول لكل واحد يرحم الثاني، ما يحاولش ان هو يتصيد له الاخطاء. البنت اللي عايشه في مثلا في رغد ولا في عيشه متخيله ابوها وامها تعبوا لغايه ما وصلوا للمرحله دي، هي عايزه تروح على الجاهز بقى. لا لا ده مشوار، مشوار هتبتدي بيه وتصبر وتتحمل، وكل واحد يعين الثاني، وكل واحد يحس ان هو شريك يعني، هو كمان يتخير يعني تخيروا لنطفكم. يعني فاهمه حضرتك ازاي؟ الواحد يختار الانسان اللي فعلا يعني مش حته زي ما حضرتك قلتي المباهاه والمظاهر. لا بالعكس، ده انتوا اوضه يا اما هتسحبوا من بعض الاكسجين يا اما هتبقى بقصر. والله فعلا يعني انا احب دايما ان المناسبات اللي زي دي السنه الهجريه او اي مناسبه دينيه احنا نتكلم فيها عن التعامل الدين المعامله في الاخر. يعني الله يعني اقربكم مجلسا مني يوم القيامه احاسنكم اخلاق. بالزكت. اللي بيحب سيدنا النبي وعايز يدخل معاه الجنه لازم يتمثل بحسن الخلق. وبعدين زي ما قلت لحضرتك هم الولد يختار ام لاولاده وهي بتختار اب لاولادها. بالظبط. شوفي بقى انت عايزه مين يبقى ابو اولادك. ان مختار عشان الشكل والعيل، لا الشكل اي نعم، يبقى عشان كده سيدنا النبي قال يشوفوا بعض حتى يؤذن بينهما، يعني يشوفوا يبقى في قبول. قبول. القبول ده بس برضه نشوف المعايير الدين بقى. الدين اهم، الدين الدين الصحيح المفتاح، هو ده المفتاح. الدين اللي هو الخلق. طب في اسئله بقى وناس كتير متصله بحضرتك يعني معانا. انا معايا هناء من القاهره. الو، عامله ايه؟ انا الحمد لله كويسه.
اهلا بيكي. وانا بحيي البرنامج ده قوي وبحييك على الاسئله الجميله وبحييك عشان جبت لنا الشيخه ياسمين. الله يخليك حاجه ياسمين، انا بحبها جدا يا حبيبتي. هي من الواضح انها انيقه جدا، ربنا يبقى هي الصراحه من الواضح قوي انها مثقفه دينيا. احنا مستمتعين بالحوار والله يا حبيبتك. ازيك يا حاجه؟ ازيك يا حبيبتي، اهلا بيك. انا بحبك قوي يا حاجه. احبك الذي احببتني فيه، اجمعنا في الجنه يا رب ان شاء الله حبيبتي. عايزه تسالي حاجه على حاجه؟ جدا حقيقي بجد انها سيده شيك. هي بس عايزه تقول لك انها بتحبك. وطي التلفزيون يا هنا لهناء زي الفل فعلا. بس انا عايزه اقول حاجه بقى عشان يجي التهذيب. انا عايزه اقول حاجه للحاجه ياسمين. طب وطي التلفزيون يا حبيبتي معلش. علشان التهذيب يجي للعقل وللسان فلازم اهم حاجه الحب القران والسيره. طيب يعني اهم حاجه عشان التهذيب يجي للعقل وللسان ويبقى فاتوره الا هنفتحها لربنا، فلازم الناس تفهم الدين بالزبط. ولازم الناس تفهم القران ولازم السيره بتاعت الرسول. من هنا بقى القلوب كلها تتغسل ان شاء الله. عندك ان شاء الله. هو الدين بسيط على فكره. يعني ما شوفي الخير مش محتاج دليل، فاهمه حضرتك ازاي؟ بس محتاج يا فندم حد يتكلم يعني زي حضرتك كده بالبساطه. أيوة. بالوسطيه. أيوة. بالطريقه اللي توصلي بيها اللي حضرتك بتقولي ده يوصل لقلب الصغير والقلب الكبير وفاهمهم. يعني الناس فاهمه، ما اقعدش اقول له كلام غريب وكلام مش هقول ويزهقوا معلش. لا. يعني حاجه ما بيحصل. والشباب بتزهق وتقول لك ايه يا عم اللي انت بتقوله ده، مش فاهم منك حاجه يا حبيبتي. بيحصل. لا شوفي هقول لك حاجه، الفطره السليمه بتدلك. عشان كده لما بعد الحديث يقول استفت قلبك ونفتوك لسبب الطريق المستقيم. ده احنا بتقفي قدام ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله في الصلاه. شوفي اقل مره مثلا ركعتين بتقري فيهم اهدينا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. يعني اول حاجه بتقولي الحمد لله رب العالمين، احساسك بانك تحمدي ربنا على النعم اللي اداها لك. نعمه النظر واللسان والشم. ده في واحده سبحانه وتعالى، يعني سبحان الله، في واحده كانت صديقه سبحانه ابتلت بحاجه غريبه. قالت الناس مش حاسه بنعمه الريق، كان جالها جفاف سبحان الله مش قادره يعني انت متخيله شوف النعمه اللي احنا فيها انها مش قادره تبلع ريقها. يعني واحنا كل يوم عندنا نعمه ما بنحسش بيها. يعني متخيله نعمه الستات العواجيز والناس الكبار وكده، تقول لك كفايه نعمه سبحان الله اني بقدر ادخل الحمام واشد ورايا السيفون، ما حدش يتأفف، ما حدش يتأذى، ما حدش يعني شوف النعم ان انت ماشيه. عشان كده سبحان الله حتة ان الواحد يسبح التسبيح والذكر ده مهم جدا على فكرة. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول لك الصادقين والصادقات لما عنده يقول لك والذاكرين الله كثيرا والذاكرات كثيرا. الذكر ده يعني بينظف القلب وبينظف سبحان الله الروح وبينظف النفس. لما انت تبقي في معية الله في كل مكان، وده مش هيتحمل منك بقى لا تروحي تتوضي مخصوصا تذكري ولا تروحي يعني تبصي للقبلة عشان تذكري، ولا محتاج أي منك اي جهد. ده وانت نايمه ممكن وانت بتتقلبي كده في فراشك تذكري الله سبحانه وتعالى وتسبحي وتصلي على سيدنا النبي وتستغفري، وانت بتسوقي وانت بتطبخي. انت متخيله مذاق الاكل هيبقى شكله ايه وانت مع الاستغفار ومع الصلوات على سيدنا النبي ومع اي جلسه ما تقولي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. شوفي يعني كان احد الصالحين كان دخل سبحان الله لواحد من العلماء فبيقول له عايز ربنا يرزقني بولد. قال له استغفر. واحد تاني جاله من مكان نائي كده قال له المطر وقال له استغفر. التالت قال له عايز سبحان الله ربنا يوسع علي في الرزق قال له استغفر. اللي جنبه قال له وكل حاجة يقول قال له ربنا اللي بيقول كده وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار ما لكم لا ترجون لله بقارا. شوف يعني قيمة ربنا الاستغفار. كل يوم بيدينا كل دقيقه بيدينا هديه قوي والله. يعني الصلوات على سيدنا النبي انت عارفه لما راجل من احد الصحابه بيقول لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اصلي عليك يعني قد ايه اصلي عليك بعض الوقت؟ قال له ان شئت فاكثر. طب النص الوقت اوكي. طب كل الوقت؟ قال له اذا شوفي انت متخيله الواحد في حياته اكبر حاجه هي ايه؟ الهم. مش كده في الدنيا هم الرزق هم الولاد هم المتاعب هم المشاكل، وفي الاخر يبقى الواحد همه ايه؟ ان ربنا يغفر له ذنوبه مش كده؟ قال له اذا
يعني شوفي سبحان الله بقى، سيذيل همك ويغفر ذنبك بصلاة على سيدنا النبي. عشان يقول اللهم صل على سيدنا محمد. انت متخيله بقى، شوف البركه بقى في الشهر، في الايام اللي جايه الجديده دي، لما الواحد يكثر من الصلوات على سيدنا النبي عليه السلام، ينشرح صدره ويزيل همه ويغفر ربنا ذنبه. انا يعني مش عايزه اقول لحضرتك انا قد ايه سعيده بهذا اللقاء، وبجد يعني لا اخفي سرا ان اتعلمت كتير قوي من الساعه الجميله اللي انا قضيتها مع حضرتك. يا رب يا ويا رب علينا. اتمنى من كل قلبي ان هي تتكرر. يا رب ناس كتير استفادت، وناس كتير يعني عايزه اقول لحضرتك عشان الوقت بس ضيق، بس يعني ناس كتير بعت عايزه تبقى موجوده، اسمحي لي اوصلهم بحضرتك بعد الهوا، لان عايزين يعني يشاركوا مع حضرتك. ربنا يجمعنا باحبابه واولياءه، ودعاء اللي بقى يعني بقى دايما بقى ردده اقول اللهم استخدمنا استخدام المحبوبين لك المقربين منك مع اللطف والعافية. امين. واجعل رزقنا طيبا مباركا ومصرفنا في عافية وطاعة. امين يا رب العالمين. حاجة ياسمين الحصري رئيس جمعية الشيخ الحصري، كل سنة وحضرتك بخير وحضرتك وصحة بالصحة والسلامة، وسعدنا جدا بلقائك. المسلمين في كل الارض وكل الناس كلها في كل الدنيا يعيشوا كده في ود وفي رحمة وفي مودة إن شاء الله، وربنا يرزقنا صحبة سيدنا رسول الله عليه السلام بحق الأيام الطيبة دي إن شاء الله في الفردوس الأعلى، دون سابقة عذاب أو عتاب أو حساب، متعنا بلذة النظر لوجه الله الكريم. يعني آمين يا رب العالمين. بشكر حضرتك مرة تانية، وكل سنة وإحنا طيبين، كل سنة ومصر كلها في أعياد. بعد هذا الفاصل مشاهدينا موعدنا مع الإنشاد الديني والمنشد سيد فتحي، ابقوا معنا. Yeah.
اهلا بحضراتكم مره اخرى مشاهدينا، واستكمالا لحلقتنا الخاصه النهارده برأس السنه الهجريه، كل سنه وانتم طيبين وفي اعياد وفرح وسرور دايما يا رب، ومصر كلها بخير كده وقوه وسعاده. هنسمع وعندنا النهارده يعني كلام كتير جدا نقوله عن الانشاد الديني. الانشاد الديني مصر رائده الحقيقه، ولفتره من الفترات كان في يعني كان المنشدين عددهم قل او ما كانش فيه اهتمام بيهم من الدوله. انا هعرف شويه تفاصيل كده بالمناسبه اللي احنا يعني بنتكلم عن راس السنه الهجريه، وبالمره نتكلم في تفاصيل. انا معايا ضيفي الكريم فضيله الشيخ سيد فتحي عيسى، منشد مصر الاول والداعيه الاسلامي. اهلا بيك. اهلا بحضرتك وبكل الساده المشاهدين يا فندم. اهلا بيك يا فندم. طيب كل سنة وانت طيب الأول. انت طيبة وكل يعني الشعب المصري مسلمين وأقباط بخير يا رب. نقول بقى فضل أو يعني سلوكيات، احنا لسه كنا بنتكلم مع الحاجة ياسمين من شوية عن السلوكيات، بس أنا عايز أعرف بالنسبة لك بقى كداعية شاب وشيخ يعني لسه في البداية، بتمثلك أو تحب تقول للشباب إيه في سنك في رأس السنة الهجرية النهاردة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان النبي خلقه القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. صلوا على كامل الأنوار عليه الصلاة. رحم الله الإمام الحسين بن علي، إذ أهدت إليه ذات يوم جارية بعض عيدان الريحان، فقال لها: اذهبي فأنت حرة. الإمام الحسين بن علي ابن السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أهدت إليه جارية بعض عيدان الريحان، فقال لها: اذهبي فأنت حرة. فعجب الجالسون: ألبعض عيدان الريحان تعتقها؟ قال: نعم، تذكرت قول المولى عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. جميل. طيب هتكلم شوية بقى مع حضرتك على الإنشاد. حضرتك منشد مصر الأول ما شاء الله يعني، وإحنا زي ما كنت بقول في بداية كده مصر رائدة في موضوع الإنشاد. أنت الأول بس إيه اللي خلاك تتجه للإنشاد؟ يعني عادة اللي بيلاقيه، خليني بس صريحة بقى معاك، أهله كده بيلاقوا صوته حلو يقولوا غني صوتك حلو، ليه اتجهت للإنشاد؟ لأن الإنشاد فن جميل، فن راقي، بيخلي الإنسان. لفت نظرك إيه وأنت صغير للإنشاد؟ لا، إن أنا كنت طبعًا. تسمع مين كده يعني؟ أول أغنية حفظتها كانت للحاجة ياسمين الخيام اللي أنا تشرفت بلقائها هنا النهاردة. ممكن أقول حتة منها؟ طبعًا، اتفضل. شوف حكمة الله الحكيم، خير البشر مولود يتيم، وهو في الغيب يتمو، وفي الطفولة يحرمو من الأم والقلب الرحيم. في حكمة الله الحكيم، سمي وصلي عالنبي، سمي وصلي عالنبي، سمي وصلي عالنبي يا آمنة، يا آمنة يا أم النبي، يا عطر بدل يسربي، يا أمي وفي عز الصبا تهدي حياتنا وتوهبي طه الحبيب، أطهر وليد، أشرف نبي وأعظم نبي. سمي وصلي عالنبي، سمي وصلي عالنبي، سمي وصلي عالنبي. الله، طبعا رائعه يعني، الاسطوره رائعه. انا عايز اعرف بقى، هرجع تاني لموضوع الانشاد، مين اول حد شجعك يا سيد ان انت تبقى منشد؟ امي طبعا، هي
سر كل حاجة حلوة في حياتي. ربنا يخليك. يعني هي يعني إنسانة كده مش إنسانة عادية، دي إنسانة كده ملاك، إنسانة بسيطة. حييها طبعا، حي كل أمهات مصر، كل سنة وانتوا طيبين وفوق راسنا كلنا يا رب. كل سنة حضرتك طيبة يا أمي، هي دلوقتي سامعانا. أكيد طبعا سامعانا وشايفانا كسرى وهي طيبة، وكل سنة وكل الأمهات بخير وصحة وسعادة، والآباء كمان عشان ما يزعلوش. كل سنة وهم طيبين وصحة وسعادة وفوق راسنا يا رب. طيب إحنا في فترة كده من الفترات، وأنا يعني مبسوطة أن حضرتك موجود معانا النهاردة عشان إحنا هنكلم الناس اللي في سننا. كيف نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ببساطة يا سيد؟ ببساطة النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب شيئا قط، حتى أن خادم النبي أنس بن مالك يقول: خدمت النبي أكثر من 10 أعوام ما قال لي أف قط، ولا عاب طعاما قط. صلوا على كامل الأنوار عليه الصلاة والسلام. ادي اول حاجة، هي يا جماعة دي اول حاجة كده للشيخ سيد بيقولها، ان احنا ما نتأففش وما نتذمرش مهما كان. يعني نصبر، نحمد ربنا على ما يقدم لنا ايا كان. ايوة تمام. ايه تاني؟ ايه الصفة التانية اللي انت عايز تعلمها النهاردة للناس؟ الصفة اللي انا عايز اعلمها النهاردة ان سيدنا النبي كان بسيطا، يعني كان هين لين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حرم على النار كل هين لين قريب من الناس. جميل. يعني ده بقى دي برضو حاجة بعيدا عن موضوع المنظرة اللي هو اللي حد يوقفك في حتة يقولك انت مش عارف انا مين. أيوه. انت اذا كان يعني الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه كان ابسط من كده. يعني بصوا، يعني انا طبعا مش اهل ان انا افتي زي طبعا شيخنا، بس اللي بفهمه يعني بقوله لكم من قلبي، ان الموضوع الدنيا مش مستاهلة، او الحياة كلها ما بتبقاش مستاهلة ان احنا نقعد نأذي في بعض، او نقعد وانا خليني انا دايما احب استغل المناسبات الدينية دي علشان اقول كلام زي ده، ولا نأذي في بعض ولا نهين بعض ولا نتنك على بعض ولا يعني نتمنظر على بعض. الموضوع مش مستاهل، لان الانسان مهما كان منصبه وقوته هو اضعف مما يتخيل، فنستمد قوتنا من بعض احسن ما نستمدها من حاجه ثانيه. تمام. ايه تاني؟ اتفضل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا الصبر في كل شيء. يقول النبي صلى الله يقول المولى عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر مفتاح الايه؟ الفرج. مفتاح الفرج. ويقول المولى عز وجل: وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. يعني ايه صبروا بقى؟ صبروا يعني أنا وإنت لازم نصبر على بعض. ذهب رجل إلى سيدنا عمر بن الخطاب يشتكي له من سوء زوجته، سوء خلق زوجته. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صبر على سوء خلق زوجته أعطاه المولى عز وجل مثلما أعطى أيوب عليه السلام. الراجل راح يشتكي لسيدنا عمر بن الخطاب من زوجته، فهو لسه على الباب، فوجد عمر بن الخطاب في عراك مع زوجته رحم الله عمر، إذ قالت له زوجته يوما: أشتهي الحلوى نفسي فيها. قال لها: من أين لي بثمن الحلوى فأشتريها؟ قالت له: مثلا يعني معايا فلوس من بيت المال أخذتها مصروفي ولمتها. قال لها: ما بقي معك من دراهم قومي إلى بيت المال رديها ما زاد عن حاجتنا، فالمسلمون أولى بها. يعني طب أنا في ناس بقى تقول لك إيه، طب عنده مثلا مشكلة فأنت تيجي تقول له اصبر. دي بتحصل بقى كتير. يا عم أنا صابر أهو، طب قول الحمد لله. وهو بيقولها إيه؟ هو مش صابر ولا حاجة، هو مفيش قدامه حاجة تانية يعملها، فقاعد ساكت. حتى الصبر ده صبر بقى؟ هل الصبر آداب؟ الصبر آداب وسلوكيات أولا. إزاي بقى؟ حتى الإنسان يا دكتورة مها، الإنسان لما يتوفى له طفل فالمولى عز وجل يسأل الملائكة: هل حمد عبدي؟ فقالوا: نعم يا رب لقد حمدك. فيقول المولى عز وجل للملائكة: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. حتى النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أننا عند المصيبة نقول: الحمد لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا. دعاء بقى، كثرة الدعاء، وإن كثرة احنا الدعاء. ندعي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. صلوا على كامل الأنوار. بمناسبة الدعاء، جاءت امرأة إلى موسى عليه السلام وقالت له: يا نبي الله، أدعو الله لي
أن يرزقني بولد صالح يفرح قلبي. ده على أيام سيدنا مين؟ سيدنا موسى. يا نبي الله أدعو الله لي أن يرزقني بولد صالح يفرح قلبي. فموسى عليه السلام كان كليم الله، فدعا موسى ربه فقال المولى عز وجل يا موسى إني كتبتها عقيما. فقال موسى للمرأة يقول ربي لقد كتبتها عقيما. ومضى عام وعادت المرأة بعد سنة، يا موسى أدعو الله لي أن يرزقني بولد صالح يفرح قلبي. فدعا موسى لها، رجعت له تاني بعد سنة. بعد سنة يعني مش يأست من الدعاء، فضلت تدعي. يعني هو حتى لما قال لها ربنا كتبك عقيمة عفوا عقيمة، هي فضلت تدعي طول السنة. أنا بس عشان أشرح لنا. تمام. اللهم صل على كامل النور. وبعد عام عادت، يا موسى أدعو الله لي أن يرزقني بولد صالح يفرح قلبي. فدعا موسى ربه فقال المولى عز وجل يا موسى إني كتبتها عقيما. فقال موسى للمرأة يقول ربي لقد كتبتها عقيما. وبعد عام ثالث، وهي بتدعي برضه، هي ما يأستش ولا تيأسوا من رحمة الله. طبعا اللهم صل على كامل الأنوار. وبعد عام ثالث قابل موسى تلك المرأة تحمل فتاها، فسألها أن لك هذا، جبت ده منين ولا منين ده؟ فقالت إنه ابني. فسأل موسى عز وجل ربه يا ربي أن يكون لها غلاما وقد كتبتها عقيما. فقال المولى عز وجل كلما قلت عقيما تقول هي كريم، كلما قلت للملائكة عقيما تقول هي كريم. فطغت رحمتي على قدرتي فكتبت لها الولد. نتعلم ايه بقى من اللي اتقال ده؟ نتعلم الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، مش الدعاء بس بقى، نستمر فيه، نستمر من في يأس الإلحاح. ابدا انا لسه هقوله يعني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حي كريم يستحي من العبد اذا رفع يديه فيردهما صفرا خائبتين. وفي هذه الايام الجميله الأيام النورانية، وهي أيام شهر الله المحرم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. وها هي الأيام تمر علينا سريعا وعاد إلينا شهر الله المحرم. شهر المحرم من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم كم شهر؟ أربعة. رجب وذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم. شهر الله المحرم فيه يوم جميل له من الكرامات ما له. عارفة ايه هو اليوم دي؟ يوم العاشر من شهر المحرم، وهو يوم عاشوراء. صلوا على كامل الأنوار عليه الصلاة والسلام. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فوجد يهود المدينة يصومون يوما، فسألهم النبي ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا اليوم الذي نجى فيه المولى عز وجل موسى وأغرق فرعون وجنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحق وأولى بموسى منكم، فصامه النبي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود وصوموا عاشوراء مع يوما قبله أو يوما بعده. طيب يعني صوم عشرة محرم ويوم قبليه ويوم بعديه، واللي عايز يصومه بس يصومه، واللي عايز يصوم عاشوراء بس اللي هو عشرة محرم يصوم. ما عرفناش برضو ايه اللي حصل في يوم عاشوراء ده. له من الكرامات ما له. الراجح عند اهل العلم انه اليوم الذي نجى الله فيه موسى واغرق فرعون وجنده. لكن هناك روايات تقول ان يوم عاشوراء، يوم العاشر من شهر الله المحرم، اللي هو مش الجمعه، مش بكره الجمعه اللي بعد، اللي بعدها بامر الله، انه اليوم الذي تاب الله فيه على ادم لما اكل من الشجره في الجنه. يقول المولى عز وجل فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى. انت بس اللي هتشيل الغلب كله. فلا يخرجنكما، ادم ومين؟ وحواء، ألف الاثنين. يقول المولى عز وجل يا آدم فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. الرجل هو اللي عليه الغلب كله. يقول المولى عز وجل الرجال قوامون على النساء. إيه هي القوامة هنا؟ بالصوت العالي؟ لا، القوامة هنا بالعمل وكسب القوت. إذن هو اليوم الذي تاب الله فيه على آدم. تمام. ثانيا هو اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح على جبل الجودي. سفينة نوح
انطلقت من يوم العاشر من رجب ورست على جبل الجودي يوم العاشر من المحرم. يعني بعد كم شهر؟ ستة أيام. ست شهور. طيب الثلاثة في ستة بمية وثمانين يوم. شايف الصبر؟ ده الصبر. أدي الصبر. نوح ومن معه ساروا في الماء مية وثمانين يوم. ثالثا هو اليوم الذي جعل المولى عز وجل فيه النار بردا وسلاما على إبراهيم. ظل إبراهيم في نار النمرود. ده يوم هدية من ربنا. ده يوم هدية. ما أنا لسه هقول لك على الهدية الأكبر بقى. صلوا على كامل الأنوار. عليه الصلاة والسلام. يبقى تاب الله فيه على آدم. رصت فيه سفينة نوح على الجبل الجودي. هو اليوم الذي جعل الله فيه النار بردا وسلاما على إبراهيم. أنت عارفة يا معالي الدكتورة أول واحد طبعا الناس يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. حفاة يعني إيه؟ من غير أحذية، مش هنكون لابسين شوز. حفاة عراة مش هيكون لابسين إيه؟ ملابس. غرلا الرجل الأغرل، شفت قطعة الجلد أعزكم الله التي تقطع من بشر الطفل سترجع إلينا يوم القيامة حتى تؤدي الأرض أمانتها وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يقول المولى عز وجل كما أخرجنا كما خلقنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الأرض ما بتاخدش حاجة مش بتاعتها أبدا. طيب لما رمي إبراهيم في نار النمروز ضجت ملائكة السماء إلى ربها. النمروز ملك العراق في الوقت ده. ظلوا يوقدون النار لإبراهيم أسبوع شهرا. ظلوا يوقدون النار إيه؟ شهرا. إبراهيم فضل في النار أسبوع. طيب جاء ضجت ملائكة السماء إلى ربها بالدعاء، يا ربنا إن إبراهيم الذي يعبدك في الأرض وحدك، هو بيعبدك أنت يا رب، سيرمى بالنار عما قليل. فقال المولى عز وجل يا ملائكتي إن استغاث بكم فأغيثوه وإن استغاث بي فسيجدني عنده، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. شوفي وإذا سألك عبادي عني فإني. الفاء هنا للسرعة للترتيب. قال موسى عز وجل يا رب إذا قال العبد العاصي يا رب فأقول له لبيك يا عبدي، وإذا قال يا رب ثانيا قال أقول لبيك لبيك يا عبدي. وإذا ده العاصي سبحان الله. إذا كان عطف ربنا عز وجل بفرعون اذهبا إليه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذا كان ربنا عز وجل قال لفرعون كده اذهبا إليه فقولا له قولا، ده بقى درس الرحمة أو الرحمة لينا. طيب إذا كان هذا عطف المولى عز وجل بمن قال للناس أنا ربكم الأعلى، فكيف يكون عطف المولى عز وجل بمن قال بمن يقول سبحان ربي الأعلى. المهم يوم العاشر من المحرم هو اليوم الذي جعل الله فيه النار بردا وسلاما على إبراهيم. وبعد ذلك هو يوم الزينة عند قوم فرعون. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. ومن ذلك اليوم كرم المولى عز وجل صلاة الضحى. شايف؟ تمام. ربنا كرم صلاة الضحى يوم ايه؟ يوم عاشوراء. يوم عاشوراء. ده يعني طبعا زي ما قلنا كده هدية من ربنا. طب شيخ سيد هتسمعنا ايه بقى؟ ماشي هسمعكم، بس انا بس عايز اقول نقطة صغيرة في يوم عاشوراء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر الله به السنة التي قبله. صيام يوم بيكفر ذنوب عن الجميع باذن الله. يلا سمعنا حاجة بقى. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها، صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها، أشاد ربي به في سورات القلم، أشاد ربي به في سورات القلم، بأن أخلاقه بأن أخلاقه
بأن أخلاقه في غاية العظام. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. كل من زار المقام فالنبي رد السلام. كل من زار المقام فالنبي رد السلام. يعرف الخلق تمام يعرف الخلق تمام. أبشروا زوار طه صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على رسول الله. طبعا شو ده جميلة. هو الانشاد يا شيخ سيد واخد حقه في مصر منتهى الصراحه ولا لا؟ بما ان انت يعني كرمت اعتقد من وزاره الثقافه. ايوه كافضل يعني منشد في مصر. طبعا انا عايز اعرف بقى يعني الانشاد. انا دايما كمان شباب المنشدين دايما لما بيقول لنا يقولوا ايه عايزين اهتمام اكتر، عايزين يعني رعايه اكتر للمنشدين الصغار عشان ما يزهقوش ويبتدوا ان هم يعرضوا عن الانشاد. سياده الوزير راجل نشيط بامر الله، راجل ممتاز يعني وكرمنا كذا اكتر من مره. وغير كده المنشده الكبيره حاجه ياسمين الخيام برضو في جمعيه فضيله الشيخ الحصري للاعمال الدينيه والخيريه فتحت بابها دايما في ليالي اضواء المدينه بتعزمنا وفي ملتقى النجوم بتعزمنا ودايما اي مناسبه للجمعيه يعني الحاجه ياسمين الخيام ما شاء الله نشيطه يعني. بس انت برضو ما جاوبتش. الدولة محتاجة. انا عارفة طبعا سيادة الوزير وعارفة ان في جمعيات خاصة زي جمعية السيدة ياسمين الحصري، بس الدولة عموما بشكل عام هل مهتمة بده اعلاميا تثقيفيا في الخمس مدارس سنين؟ في الخمس سنين الاخارة بدأ المنشد يكون يعني واخد مكانة نجم، واحنا لو مش ناجحين انا مش هكون قاعد معاك دلوقتي يعني. اللي انتوا البرامج والقنوات الكبيرة طبعا وبرنامج زي برنامج حضرتك ده ظهوري هنا في حد ذاته ده تكريم من الدولة، ده نجاح ان انا اكون قاعد مع حضرتك. ربنا يخليك. انا يعني في النهاية طبعا استمتعنا جدا بصوتك واستمتعنا جدا يعني المعلومات اللي قدمتها النهاردة للشباب. بشكرك شكرا جزيلا الشيخ فضيلة الشيخ سيد فتحي عيسى المنشد الديني والداعية الإسلامي. بشكرك. كل سنة وانت طيب. شكرا لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. وسنة سعيدة ان شاء الله على الجميع. انا والله سعيد ان انا معاك والله. ربنا يخليك. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهاردة من برنامجكم صباح دريم ويكند. انا يعني ارجو بإذن الله ان احنا نكون كنا عند حسن ظنكم النهاردة وتكونوا استمتعتم بالحلقة وتكونوا استفدتم منها. غدا ان شاء الله ألقاكم في تمام التاسعة صباحا صباح دريم ويكند، فكونوا على موعد.